هات وهات وخد بس شوت عدي فوت لا ملعوبة حلوة موت. ما تخافش على الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة وحياة أهلي وأفراحه. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الذي يحمل الرقم 548 من ملك وكتابة. لحظات الفخر بالأهلي، لحظات السعادة بالأهلي، ولحظات المهندس عدلي بكل تاريخه وبقيمته بيحلف فيها بالأهل وأفراحه. يعني ما فيش شك إن إحنا عايشين لحظات تاريخية بتتوالى خلال العامين الماضيين. بعد المفاجأة الرائعة بتاعة القناة وانطلاق القناة بالشكل الرائع الجديد والبرامج المتنوعة والوجوه الجديدة القديمة العملاقة، نفاجأ بتنفيذ أحد أحلام النادي الأهلي اللي كانوا فيه مجموعة الوحدة الاقتصادية. فإزاي ما نفرحش مهما حاول الآخرون سرقة الفرحة؟ مهما حاول الآخرون سرقة الفرحة أبدا لن يفلحوا، لأنه كمان حلقة النهاردة فيها مضمون كتير ومهم. مقالي وما قالوا، هؤلاء لا يعرفون الأهلي. الغربال، اسمعوها من أصيل بوجلبان. بعظمة لسانه، أما وقد نفد الصبر. الشموع الحمراء والفناجيل، ده كمان مش ابن النادي. أسرار الملك حتى لو كان شيكابالا. وفي مجلتنا اليوم ومن 40 سنة، محتوى مهم جدا نتمنى حضراتكم تستمتعوا معانا فيه النهاردة. لكن مقالي وما قالوا، هؤلاء لا يعرفون الأهلي. إزاي؟ بص يا أستاذ إبراهيم، بصيت يا باشمهندس سعد، عندنا، وانا عايز السادة المشاهدين خاصة الاهلاوية بقى دلوقتي، كل مرة بقول بكلم الناس كلها، انا عايز اتكلم الاهلاوية، لان الشأن اللي بنتكلم فيه يخص الاهلاوية قوي. كيف صنع الاهلي تاريخه؟ كيف قدم لنا اسباب العظمة والزهو والفخار؟ لو استعرضنا التاريخ بتاعه هنلاقي احداث واحد منها يعمل تاريخ لأي نادي. فات علينا أحسن لاعب في تاريخ الكرة المصرية كما قيل، حسين حجازي، أبو الكرة، أبو الكرة اللي كان بيتسمى فرقته فرقة حجازي. لم يهز خروج حسين حجازي لأي، مرتين، مرة هدد ومرة نفذ. النادي الأهلي إطلاقا، بالعكس انت هتجيب لنا مره فقره عن جعفر ولي باشا، ولي اللي هو حضر بطل الاحداث حدثين ثلاثه. أيوة. في وقته، منهم حسين حجازي خرج بفريق كامل، بعدين ابتدى بعضهم يرجع، وكانت فرصه لايه؟ لظهور التتش. على المستوى المحلي للنادي الاهلي والمستوى الدولي لمصر. فالتتش يلتقي بحجازي بعد أقل من شهرين ولا 3 أشهر ليفوز عليه. ثم يذهب إلى الدورة الأولمبية ليكون هداف مصر في هذه الدورة، ويبهر الإنجليز، ويبهر الإنجليز. إذن في كل محنة منحة للنادي الأهلي بيطلع الشعاع، لأنه الأهلي، لأنكم مش عارفين أو عارفينه مش واخدين بالكم أو مقصرين. بعض ربما نكون إحنا مقصرين إن إحنا وصل لكم الأهلي، مش هنقصر ابدا تاني في هذا الامر. النادي الاهلي في كل مره يتصور الاخرون انه في ازمه يخرج اقوى مما كان. 17 لعيب استاذ ابراهيم وداخل على ماتش الزمالك في كاس مصر، فتفوز على الزمالك بالناشئين.
ثم القرار الأقوى أن تستكمل الدور قبل النهائي والنهائي بهذه المجموعة ولا تعفو، مش تقول بقى خلاص قرصنا ودنهم تكمل للآخر فتفوز بكأس مصر. إيه الجمال ده؟ حد كان يتخيل؟ حدش كان يتخيل. في كل حدث يعني خرج من أعظم حارس مرمى في أفريقيا تقوم أنت تروح كأس العالم في اليابان تلعب من غير ما هو وقتها ما كان موجود في النادي اليابسي كان مصاب. أنا قصدي أقول إيه أعظم حارس مرمى في أفريقيا كان مصاب 2008 يمشي عصام الحضري لا 2006 خلينا في 2006 لما أصيب أنت خدت البرونزية والناس قالت كنت تستحق لعب المباراة النهائية وإن انترناسيونال اللي كسب ريال برشلونة في النهائي كان محظوظ وهو يفوز على النادي الأهلي الذي كان أكثر استحقاقا للوصول المباراة بمين؟ بناس كلها تصوروا إن الأساسيين مصابين يلعب الكابتن أحمد صديق باك رايت والكابتن طارق السعيد باك ليفت ومحمد صديق ستوبر وأمير عبد الحميد يحرس المرمى الناس اتخضت يقوم توصل لتالت العالم. الاهلي عنده حاجه استاذ ابراهيم كلما الضغط عليه كلما ازداد صلابه وقوه وادهش. هنا لازم اسالك تاريخيا ليه؟ لانه الحقيقه بجد الناس اللي اتخضت امبارح وزعلت واتضايقت مقدر مشاعرها، بس انتوا عارفين انه ما من مره الاهلي يمر بظرف زي ده وربما اصعب واكبر من ده بكتير إلا ويرجع أقوى مما كان وأقوى مما تصور البعض. زي ما المهندس عدلي أشار، أنت بتتكلم لو حتى في التاريخ الحديث باعتبار أن الجمهور بتاع اليومين دول زي حالاتنا معايش بقى حسين حجازي، لكن أنت إحنا بنتكلم على أنه يعتزل مختار التتش فيبقى الأهلي قويا، يعتزل الكابتن صالح سليم وجيله يبقى الأهلي قويا، يعتزل الكابتن محمود الخطيب والنجوم بتوع السبعينات والثمانينات فيبقى الأهلي قويا، يذهب حسام وابراهيم حسن وهما من افضل لاعبي افريقيا الى النادي المنافس يظل الاهلي قويا. بنتكلم على انه حتى عصام الحضري احسن حارس في افريقيا 2008 يمشي من الاهلي ويفضل الاهلي وياخد بطوله افريقيا. بنتكلم على اعتزال بقى من المع نجوم الكره المصريه في تاريخها، ابو تريكه وبركات ووائل وكل المجموعه وسيد معوض، كل مجموعه مانويل جوزيه وعماد النحاس، مش عايز انسى حد، وشادي، كله فرقه كانت تسعه منهم منتخب مصر، والاهلي يتوج بالبطوله ويفضل قوي. ليه لان هو البطوله يا جماعه مش مهاره لاعب ولا شطاره اداري ولا عبقريه مدرب، هم الثلاثه، هم التوليفه، هم لما يبقى المجموع هو الاساس مش الفرد، هم يبقى الكيان فوق الجميع، جميعنا جميع ابنائه مصلحته نمره واحد. لو ما حافظناش على الكلام ده مش بقى العقليه بتاعت اليومين دول ناخد الشعار ده عشان نتعالى بيه على الناس، غلط. الاهلي مش فوق حد غير ابنائه، عشان مصلحته هي اللي فوق اعتبارك قولا واحدا. وكل ما افتكر اجيب لك المطويه بتاعت الانتخابات اللي كتبنا فيها الكلام ده فوق ابنائه ساعه الانتخابات كنا بنتنافس لكن ما كناش متخانقين مع بعض، بالعكس كنا مقدمين بعض، محتضنين بعض، مدركين 17 واحد اي 10 منهم يبقوا مجلس اداره كويس، وده اللي كنا بنقوله للناس. اهلي فوقنا، مصلحه الاهلي قبل ما ابقى انا عايز ابقى عضو مجلس اداره، ودي حاجه مهمه جدا لاي انسان، لكن مصلحه الاهلي ابقى. اذا احنا لازم نتكلم، واقول لاولادنا المخضوضين اجمادوا اجمادوا ونشافوا كده في ايه؟ ده الاهلي، ده النادي الاهلي يا جماعه، الاهلي اللي دايما وابدا سره منه فيه قوه الاهلي وعظمته في تركيبته في تكوينه في تاريخه في مواقفه في دستوره في رجاله في المخلصين له في جمهور الكبير اللي في كل مكان، اللي انا اعتقد عمره ما قلق على الاهلي. ما هو شوف الدنيا اتغيرت، المعايير اتغيرت زي بالظبط معايير الخمسينات مش زي معايير الاربعينات، ايوه، ومعايير الستينات مش زي معايير الخمسينات، صحيح، والسبعينات والثمانينات وكل، صحيح، ولكن يبقى دائما مين؟ من يحافظ على الثوابت، هو ده السر. الاهلي يحافظ اللي الناس عماله تقول لك ايه؟ لا غير بقى طريقتك القديمه دي، واكب الزمن. واكب الزمن ايه؟ حق يرد به باطل لسبب يا استاذ ابراهيم. أيوة. نكمل ولا لا؟ اتفضل. نكمل، اتفضل استاذ ابراهيم. تعالى
اللي بيلوموا الاهلي على اسلوبه التفاوضي في المفاوضات. هنجلها عندك فقره؟ لا ناجل بقى عشان نتكلم براحتنا. هنجلها بفقره كامله. اعتقد المهندس عدلي في مقاله اليوم حط لكم النقاط على الحروف وخلاصتها. الاهلي سره فيه وما يمكنش ابدا جمهوره لا يقلق ولا يزعل ولا يخاف على بكره. بكره دايما وابدا في النادي الاهلي اقوى وافضل بكتير جدا من النهارده ومن امبارح، لانه الاهلي ربنا خلقه علشان يسعد جمهوره وعشان يسعد المخلصين ليه اللي دايما وابدا هيفضلوا حماة الاهلي في كل مكان. ده ما قاله، لكن في الغربال اسمعوها من اصيل بوجلبان. اصيل بوجلبان بجد. خلينا نقول لكم سريعا، بالامس النادي الاهلي اعلن، قال لك رمضان صبحي خارج حساباتنا وابلغنا برغبته في الانتقال لنادي بيراميدز، والنهارده بيراميدز قال ان هو بدا اتصالاته مع هيدرسفيلد الانجليزي. الظهور الاخير لرمضان صبحي كان يوم 15 ديسمبر 2019، كان في مباراه حرس الحدود، وهنجيلها بحسابات اللاعب مع النادي الاهلي. لكن ماذا عن هذا الاصيل بوجلبان؟ انيس بوجلبان اللاعب التونسي اللي النادي الاهلي اشتراه، لعب مع النادي الاهلي ضمن الجيل الذهبي، حقق او لعب ثلاث مواسم مع النادي الاهلي. امبارح بالليل او النهارده الصبح غر التغريده مهمه جدا الحقيقه، بتكشف عن هو ده لا بتربطه علاقه عمل بالاهلي ولا ساكن في مدينه نصر عشان هيعدي على النادي الاهلي وعايز الناس ترحب بيه، ولا منتظر وظيفه عمل في النادي الاهلي كمدرب ولا هيشتغل في القناه ولا غيره. الراجل مش مصري، مش موجود في مصر. ومع هذا قال أنيس بوجلبان تعليقا على ما حدث يا باشمهندس: تيشيرت الأهلي هو من يجعل اللاعب العادي لاعب سوبر، تيشيرت الأهلي هو من يصنع النجوم، وجمهوره هو صانع الأساطير، حب الجمهور لا يقارن بشيء، هنيئا لكم المال، ويبقى الأهلي فوق الجميع. تاني فوق جميع أبناء. ماشي، عشان ما حدش يختزل الجملة. موضوع رمضان صبحي احنا مش عايزين نتكلم على موضوع رمضان صبحي، تمالي يا جماعه، مش عايزين نتكلم على الموضوع في الشخص، انما عايزين نتكلم على اي موضوع في الموقف. طيب الكابتن رمضان صبحي مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا جدا. لكن مش معنى كده ان في لعيب مهم خرج من عندك انك ما تقدرش يكون عندك لعيب مهم برضه واثنين وثلاثه مهمين، او تجيب لعيب مهم. ليه عاملينها قصه؟ كنا نتمنى، لأن كنا شايفين في مقومات معينة وكنا عايزين نجهزه بشكل معين يبقى حاجة حلوة تستمر في النادي الأهلي وتكمل أساطير كثيرة، وهو كان بيدلنا المؤشرات دي. عنده ظروف، عنده متغيرات حواليه، أي سبب، مغريات لا يمكن لأحد أن يقاومها، الله أعلم. لا، ما هياش إنه أنا عايز حد يهاجم أي لعيب خرج من النادي الأهلي خالص خالص، لأن الناس دي في يوم من الأيام كانت بتدافع عن لون فانيلة النادي الأهلي وأخلصت وهي معانا. لا يليق إن غزنا يخلينا إيه نبقى لا، لكننا متغاظين ومتضايقين وبنتكلم كلام. إحنا مش متضايقين من حد، إحنا فخورين بالنادي الأهلي، كنا نتمنى إنه يكمل معانا مسيرتنا طبعا. طب ما حصلتش. يعني أنتوا لو تاخد من كلام فايلر في المؤتمر الصحفي لما سألوه عن الغيابات، قال لهم لا أنا ما بتكلمش على اللي مش موجود. أنا راجل بتعامل مع اللعيبة اللي معايا. اللي معايا. هو ده، هو النادي الأهلي هيتعامل دائما مع اللعيبة اللي معاه. وبعدين إذا كان في أي نوع من التطوير يحصل، هو إحنا بدل ما تقول الإدارة ببعد نظرها ربما كانت شعرت إن هيدرسفيلد وقتها ممكن ما يسيبش رمضان، أو إن رمضان يجي له حاجة بره تخليه ما يكملش مع النادي الاهلي، فجابوا طاهر محمد طاهر يعني. وقبل كده انت جايب كهرباء، انت بتشتغل، وانت بتشتغل بيخش ناس وبيخرج ناس، ويبقى الاهلي ويبقى الاهلي. طيب مؤكد ان انا هقف معاك، لانه في الغربال كمان في تويته مهمه لوائل جمعه. وائل جمعه واحد من نجوم الاهلي التقال في العصر الذهبي للجيل الماضي، وخد احسن قلب مدافع في افريقيا لعده سنوات، الآن محلل رياضي. قال وائل في تويتر له: الفترة اللي فاتت واللي حصل فيها من بقاء ورحيل بعض اللاعبين عن الأهلي وما يحدث حاليا فيها دروس كثيرة جدا للإدارة، لإدارة نادينا في التعامل مع اللاعبين، أهمها
أهمها بس اللي باعك مرة هيبيعك ألف مرة، وفي برضو الاشتراك هيفضل متمسك ويبيع الدنيا والفلوس علشان خاطرك، ومع ذلك بياخد وبيتقدر من النادي. يعني وائل عايز يقول لأنه كمان بيعقب عليها بعد كده بتويتة تانية مرتبطين ببعض، قال لك التاريخ حاضر علشان يفكرنا كنا ليه كويسين في النقطة دي بالذات. أولا العقود كانت 5 سنين، وقبل نهاية العقد بسنتين لو ما جددتش مع السلامة أو تتجمد، وفي 1000 لاعب يتمنى يلعب عندك. ثانيا مش احنا اللي بنعمل تماثيل عجوة، وعمر ما حد يلوي دراع النادي الأهلي، دايما وأبدا سيظل الأهلي بمن حضر. هنا نقطتين مهمين. الدرس الأولاني وائل عايز يقول، وأنا لازم أخد رأيك في الحتة دي، ليفربول امبارح ولا أول امبارح وهو بيقدم على تعاقد مع لاعب يوناني اهتم إنه يعمل حاجة اسمها اختبار الأخلاق، يعمل تتبع لسلوكه، لشخصيته، لجديته، لتعامله مع زمايله، للهيسترو بتاعه في التعامل مع إدارات النادي اللي بيلعب فيها، ما يوصف بيه اختبار الأخلاق أو الوقوف على السمات الشخصية. وائل تقريبا بيلمس في نفس الوتر إنه اللي بيع مرة هيبيع 1000 مرة، واللي يحاول يتزاكى على النادي أو ما يقدمش مصلحة النادي أو ما يظهرش رغبة شديدة في التمسك بالنادي، وائل عايز يقول لك سيبه من أول مرة، لأنه لو قعد هيعملها مرة واثنين وثلاثة، واللي ضحى واللي اختارك واللي تفانى هيفضل دايما متمسك بيك. عايز يقول إن الإنسان لا يتغير. أنت رأيك بخبرتك إيه؟ شوف أنا موافق على 75% من اللي كاتبه في التوتين وائل جمعة. وائل جمعة بيستحضر أو بيسترجع أو بيستلهم من تجربته وهو وجيله العظيم. صحيح. الظروف مؤكد بتتغير. المغريات بقت تقيلة جدا. السوق المصري بقت فوضى إلى درجة غير يعني عدم واقعيتها، وصلتنا إلى فوضى. وصلتنا إن كوباية المية لمجرد أنا وأنت بنشد المج ده من بعض ممكن يبقى 8000 جنيه، مع ان لو فكرنا هننزل السوبر ماركت تحت هنجيبه ب20 ولا ب30 جنيه وربما تلاقي احسن منه. انما هي اللحظه اللي بتخليك تفقد منطقيتك وموضوعيتك. أيوة. الضغوط الجماهيريه اللي بتنزعج من ان لعيب عشموا فيه قوي يتخضوا مره واحده انه يلاقوه الله. ما هو ده اصلا الخطا من الاول، ايه؟ ان انت عمال تعلي سقف التوقع مع كل حاجه. اللي يبوس الفانيلا حبايبنا وابننا اللي يعمل مش عارف يضيع جون مش عارف ايه، ما بنتعاملش مع كره قدم. احنا عمالين نتعامل مع البلاي ستيشن. عايزين نحط مباريات افتراضيه بقيم افتراضيه بمعايير افتراضيه ونقعد نتحاسب عليها. فانا رايي ان نبتدي نتعامل مع كرة القدم، لا فيها ناس هتخش وناس من غير ما تزعل من اللي يمشي، بس أنا إلا في حالة واحدة، إذا طلع وأساء إليك. إذا طلع وأساء إليك أي واحد بقى مهما كان تاريخه حجمه عطاءه يسيء للنادي الأهلي سواء بقصد أو بغير قصد وما يعتذرش يتقطع لسانه. مش يتقطع، ارميه ورا ظهرك. هو ده اللي تقول إيه انا مش عايز منه حاجه ومش هجيب سيرته وما هاجموش برضه. اصل شوف الهجوم بيعطل يا استاذ ابراهيم. انت ليه كل يوم تفتح مشروع؟ علشان انت لو مفضي نفسك ترد على اللي بيشتمك واللي بيهاجمك ومجلس الاداره ينشغل بهذا، مش هيبقوا مركزين انه حققوا الاهداف اللي عماله تتوالى. وبالمناسبه مش لازم نهني بقى، انا عايز أن يعني عندك حاجه على الحدث الرائع بتاع امبارح ده؟ طبعا طبعا، عشان انا عندي عايز كلمتين ادي لكل واحد حقه. طبعا طبعا. اذا انت مع وائل جمعه في ال 75 في ال 75 ام 25 لا الخمس سنين. ما هو انت برضو الدنيا اتغيرت، ما احنا عاملين كل العقود الجديده 5 سنين واربع سنين. لكن في واحد يقول لك لا انا والله انا عايز اعملها 3 في مش عارف ايه. الظروف اتغيرت. كنا نتمنى ان نقدر نعمل الخمس سنين بذاتها انها بتديك استقرار، وان كانت ساعات لو كل العقود بقت في وقت واحد وتبتدي في وقت واحد وتخلص في وقت واحد فانت بتخش في ازمه تجديد لعدد كبير من النجوم في وقت واحد.
برضو دي كانت بتحصل لنا. ايوه كانت بتحصل لنا. فاحنا طبعا ما يعني ما كناش نحب. انا اتذكر يوم الكابتن عمرو زكي ما جه من كان المفروض يجي على النادي الاهلي. ايوه الوكيل بتاعه حد استناه وخده على نادي الزمالك من المطار. فكان في ناس رايحه من النادي الاهلي عايزه بقى تتخانق. قلت لهم هتشدوا الراجل يعني من هدومه سيبوه يروح الزمالك. ما هو بعد الزمالك هيروح فين؟ هيجي لي. فبعد ما قعد وسهر في التفاصيل مش هخش فيها دلوقتي. تاني يوم اتصل بيا الساعه 12 واحد على ما صحي من النوم بعد السهره يعني. فبيقول لي يا استاذ عادلي انا في الفندق الفلاني. قلت له طيب مصر حلوه عجبتك؟ ده الوكيل بتاعك. ما قال لي يا مش عارف ايه عايزين نلتقي. قلت له هدي لك العنوان انا كنت هجي لك اخدك من فندقك او اجتمع. لكن انت ما احترمتش الميعاد امبارح. سيادتك تجي لي لحد بيتي. قال لي اجي لك ازاي؟ اقول له بس ايه في الحته الفلانيه اي تاكسي هيجيبك عندي. فلما جه بسرعه كده انا عمرو زكي عايزين نديه للنادي الاهلي. كنا جايين على اساس ان احنا هنستعيره سنه ونقسط سنتين. قال لي انا عايز المليون 750 الف مره واحده. بيقول لك عشان تقول له لا. فقلت له لا، ولو ان انا مش مفاوض اقول لك لا، لكن انا هرجع للاداره عندي هيقولوا لك لا. وانا بكلمهم قال لي او تدونا كابتن ابو تريكه. قلت له وانا بقول لك لا، لكن هتسمعها من قيادات النادي. كابتن خطيب قال له انت بتقول ايه؟ لا ده ولا ده. فالناس قالت لك ازاي ما تمسكتش؟ لان وقتها انا كنت بجدد لست لعيبه يا استاذ ابراهيم، ابو تريكه وبركات وعمر والحضري والشاطر ازاي انا كنت حاجه ادي لعيب؟ وقتها كان مبلغ ضخم جدا التكلفه بتاعته مع. قلت لهم لا ما كانش ينفع المبلغ ده يجدد لنا التجديدات بتاعتنا. هاجي لك للجزء المالي، لكن علشان نكون واقفين بس على الحقيقه. رمضان صبحي لاعب مهم، لاعب موهوب، لاعب بدايه ظهوره في النادي الاهلي كان عنده 10 سنين في مدرسه الكوره. وكلكم فاكرين البرنامج بتاع الكابتن الخطيب بيبو تين لما كان بيعمل اختبارات للمهارات الفرديه، وكان رمضان صبحي عنده 9 سنين او 10 سنين وظهر مع الكابتن الخطيب والكابتن خالد بيبو. ده كان بدايه معرفه الناس ان في ولد صغير قوي موهوب. فهو ابن مدرسة الكرة في النادي الأهلي، لعيب مهم، لعيب موهوب. لكن لما احترف بره ولما مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر اداله فرصة انه يحترف بره والأهلي جه استعاره. علشان نبقى واقفين على حقيقة الموقف، لأن الناس تقريبا امبارح حست ان المية في النيل هتقف. كده هيحصل تجمد، مياه النيل مش هتتحرك. علشان لاعب مهم، بقول لكم لاعب مهم مش من الأهلي. لكن علشان نتذكر مع بعض اخر مره رمضان كان في تشكيله النادي الاهلي بعد قدومه معار من هيدرسفيلد كان في 15 ديسمبر 2019، كانت مباراه حرس الحدود. بعدها تعرض للاصابه في العضله الخلفيه، غاب فتره طويله جدا. ايه اللي حصل بعد اصابه رمضان؟ فرقه الاهلي حصل لها ايه؟ عشان تبقوا شايفين مش المستقبل، لانه انا عارف وانا هسال لكم المهندس عدل دلوقتي مردود اللي حصل ليله امبارح على تعاقدات الاهلي القادمه وعلى وفاء الاهلي بالتزاماته وتقويه فرقته عشان تطمنه. بس كمان في غياب رمضان صبحي يا باشمهندس الاهلي لعب 11 مباراه. 11 مباراه فاز في كام؟ 10 مرات. 10 من 11 مكسب وتعادل مره. ده جهد بقيه زمايله اللي لا يجب ان انتوا تبخسوا حقهم او تنسوهم. ده الاهلي بقول لكم 10 مباريات من 11 مباراه مكسب وال11 كانت تعادل. فاز على الاسماعيلي والاتحاد والمقصه واف سي مصر وطنطا والمقاولين وبيراميدز والجيش والمصري وانبي، وفاز على الزمالك الانسحاب الاخير في مباراه الاتوبيس الشهيره. طب في بطوله افريقيا الاهلي لعب 6 مباريات، فاز في 3 على بلاتينيوم والنجم الساحلي وسان داونز، وتعادل في 3 مع بلاتينيوم والهلال السوداني وسان داونز. ده حساب الاهلي بدون رمضان صبحي. فالمبالغه في المساله خلت واحد رياضي كبير زي المهندس شريف حبيب. شريف حبيب عنده تجربه كبيره جدا مع المقاولين العرب، وفاكرين انتوا تجربته مع محمد صلاح والنني وازاي قدر
يطلعهم بره بشكل كويس. كتب المهندس شريف حبيب تويته مهمه: الاهلي انقذ رمضان صبحي واعاده للملاعب باستعارته ودفع الكثير من اجل ذلك، وكان على رمضان ان يحفظ الجميل للنادي الذي احتضنه، ولكنه المال لغه العصر الذي طغى على كل القيم. اعتقد ان مسيرته الاحترافيه خارج مصر ستكون صعبه جدا وربما انتهت، فالدوري المصري لا يفرز مستويات عالميه وخاصه في الوقت الحاضر. الفائز الاكبر في الصفقه هو نادي هيدرسفيلد، فقد استغل كل الاوراق لصالحه. ده كلام شريف حبيب، اتفضل. يعني مساله برضه متفق مع 90%، ها، ومختلف في 10%، لان ما احبش اتمناه. ان مسيرته الاحترافيه بقت صعبه او انتهت. اتمنى ان هو برضه يكون مؤكد اتعلم او هيتعلم الفتره اللي جايه حاجات كتير. انا مش عايز المساله تبقى مشاعرنا من النوع ده. يعني موقف يخلينا نتجنن من الحب، وموقف تاني يخلينا يعني ننفجر من الغضب يعني. خلينا موضوعيين شويه. الايجابيه اللي لازم تنتهي اليها هذه اللحظه ان هو زي ما حضرتك قلت، لابد ان في يعني سياسه التعويض للافضل. ايوه، ما هو هنا هعديها كده يعني. ما انت ما كنتش هتعديها. لا بس انا يعني، وانا لازم تسالني. لا، ما انا علشان الجمهور مشيت لي رمضان، مشي رمضان في 40 لاعب ربما يكونوا احسن من رمضان، وربما يفيدوا الفريق احسن من رمضان، ورمضان ربنا يوفقه. بقول لكم ابن من ابناء الاهلي، والحياه اختيارات، الحياه اختيارات. في ناس اختارت فرصة المجد، فرصة التاريخ، وفرصة المال، لأنه مين قال الأهلي بيديهم ورقة كوتشينة؟ ما الناس دي بتاخد فلوس كتيرة جدا. لكن في النهاية كل واحد وقناعاته. الأهلي كان عرضه إيه حسب كواليسك أنت؟ الأهلي أثر في هذا الموضوع؟ لا، أنا ما أحبش أقول أسرار لم يصرح لي بالتصريح فيها. وهو أمير قال جزء كبير منها. أمير قال إن الأهلي قدم لهيدرسفيلد العرض اللي تم الاتفاق عليه وتلقى موافقة النادي كويس الإنجليزي. هو انا هنا بس هنا النقطه اللي يمكن ليا ماخذ فيها، مش على الاهلي خالص. ان يعني انت سايبنا كابتن رمضان نتفاوض، واول ما نوصل لحل غيرنا يعني يروح يتفاوض من حيث انتهينا. هو دي النقطه، هو الحجم التوقع بتاع المرحله اللي فاتت. هو ده انا اكره حاجه بتضايقني، العبث بمشاعر الجماهير، العبث بمشاعر الجماهير. فطول فتره التفاوض في طبعا دغدغه و و و و وضغط، يعني دغدغه لمشاعر الجماهير وضغط على مشاعر الجماهير بالاخبار السلبيه، ودغدغه لمشاعر الجماهير. سببها ايه؟ ان التصريحات مش الاهلي اللي قالها، مش هي نسبت في معظمها للكابتن رمضان، ان انا مش هلعب في مصر غير للاهلي. وربما على فكره مش معنى كده انه كان بيلعب بيا ولا حاجه، يجوز هي دي كانت نيته ساعتها، بس لقى رقم. ها، الله اعلم. انا شوف، انا دائما يعني اترك الزمن يفسر الاحداث. ليا قراءاتي، لكن انا مش عايز اقول ان هو يعني اصل ايه الخطه دي، يعني يبقى قاعد بيخطط يعني. لا يعني ما توصلش لدرجه انه يبقى بيستدرج الاهلي ان يروح يتفاوض وهو مش ناوي يقعد من الاول. لو كده تبقى حاجه مش كويسه ابدا يعني. لكن لو كانت دي نيته بعدين جات له عروض ضخمه، في كلام انه كان بيقعد مع الزمالك ايضا. لا، هنا تزعل بقى ليه؟ لانك بالظبط وصلنا لنفس الاسلوب بتاع كابتن عبد الله السعيد. يا سيدي قول انا اللي هيقدم العرض الاكبر هاخده، يبقى النادي الاهلي عارف هو بيتفاوض. ها، قبل ما يعلي سقف العرض بتاعه، انا هقف لحد هنا وخلاص. ما هو انت كل عمليه بتخرج عن حجمها حتى لو مش عندك بتسمع في السوق كلها. يعني اي صفقه النهارده بتوصل للارقام دي في السنه بتسمع، بتشد السوق كله لفوق. طب الحل ايه؟ الحل برضه يعني معلش جينا للسؤال. كل المصادر الصحفيه بتقول انه بيراميدز بيعرض على رمضان 40 مليون جنيه في السنه.
وقيل 2 مليون دولار وقيل ان هي اكتر من 2 مليون دولار، يعني من 38 ل 40 مليون جنيه في السنه عشان الجمهور البسيط الغلبان يبقى فاهم المساله. الكلام ده تقريبا كتير جدا وعالي جدا عن قيمه او القدرات الماليه لاي نادي في مصر، اعلاها النادي الاهلي الفئه الاولى اقل من نص الكلام ده، ومع هذا الاهلي وصل مع رمضان لنقاط ارتفاع عشان ما حدش يعتقد انه لا امير توفيق قصر ولا الاداره قصرت، بالعكس الاهلي قدم لرمضان العرض اللي ارتضاه رمضان ووافق عليه على فكره، وقدم للنادي الانجليزي العرض اللي النادي الانجليزي ووافق عليه كتابيا، وبعد كده فجاه رمضان بيبلغ امير انا مش معاكم. انا هأبرئ اي حد بيتفاوض النهارده من تهمه التقصير. ليه؟ المسألة ما بقتش أدوات اللي بتشتغل بيها مع اللعيب ما بقتش تهمه. احنا كنا بنيجي نقول له التاريخ والأمجاد والبطولات والقيمة اللي مستنياك، وإنك أنت ارتباطك بالأهلي بيضيف إليك إيه طول عمرك وبيأمنك إزاي طول عمرك. أصبحت المعايير دي في آخر 3 سنين لا معايير بعيدة عن قوي إنها حد الا فيما نظر، يعني حسين الشحات حطيت له يجي 800 ألف دولار من جيبه عشان يجي النادي الاهلي. يعني وليد سليمان يعني مضى وقال لهم شوفوا انتوا عايزين ايه بس مش هتظلموني، قالوا له طبعا خلاص. وهكذا مروان الشناوي، في ناس عارفه بتحسبها ازاي، وفي ناس تقول لك لا انا ظروفي انا ما اناش ضامن بكره، بكره ده بالنسبه له يعني، وخصوصا ربما الصاعدين اكثر من الكبار اللي يكونوا لحقوا عملوا حاجه. انا لا ادافع ولا اهاجم، انا بس بحلل. فالنهارده انت يعني عرض زي ما انت بتقول كده. طيب اللي بيلوم بقى النادي الاهلي، اللي بيلوم النادي الاهلي ها يقول والله اصل طريقه النادي الاهلي، هو دي نغمه جديده مع كل لعيب ها، ومحدش يكلمك الغلطه في ايه الا بكلام مبهم كده. هو النادي الاهلي او امير توفيق لو كان قال له طيب انت هدي لك 45 مش كان يقعده في الاهلي؟ طيب فين الشطاره والخيابه هنا بقى؟ الخيابه انك تستجيب للكلام ده. الخيابه؟ امال ايه؟ طبعا هتهد الفرقه وتهد يعني انا اما انا اعمل كده مع لعيب علشان ما اطلع شاطر، فين الشطاره؟ الشطاره دلوقتي دور المفاوض هنا انك بتقول ارقام. تاني الكوبايه دي اذا كانت تسوى 30 جنيه يعني لو دفعت 50 جنيه ماشي، لو دفعت 100 150 500 ابقى راجل. ايه الشطاره دي ان انا ارجع ومعايا الكوبايه وفرحان بيها قوي وانت ما دفعتش ثمن؟ انت عملت حاجه. اي حد معاه فلوس بيرميها في حته كده في الهواء ها وبينقط بيها في اي حته يقدر ياخدها منك مهما زيدت عليها، مهما زيدت هو مش اشطر. هو عارف يعني هو عايز يعمل كده في فلوس هو حر، لكن انت سالت سؤال وما اديتنيش فرصه اجاوب عليه. ايه الحل؟ اديلك فرصه للحل وسؤالين تانيين محرجين، لكن بعد ما نطلع لفاصل قصير. سؤالين محرجين وبعد الفاصل هطمنكم على انه كمان النهارده ريني فايلر منذ قليل اختار قائمه الاهلي لمباراه الغد مع الانتاج الحربي فيها الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني ورامي ربيعه ومحمود متولي وديانج والسوليه وحمدي فتحي ووليد سليمان وقفشه ومحمد شكري وجونيور اجاييه ومروان محسن والو باجي ومحمد فاخري وجيرالدو. اديكم شايفين هتبداوا تشوفوا فاخري وهتبداوا تشوفوا شكري وهتبداوا تشوفوا شادي رضوان، تغيير وحيد، هتبداوا تشوفوا حاجات كتير. تغيير وحيد يا استاذ ابراهيم على الماتش اللي فات. ايمن اشرف عنده 3 انذارات دخل بداله شكري. فاصل قصير وبعد الفاصل هسال المهندس عدلي عن الحل وعن سؤالين تانيين مهمين. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كمان الجديد والمطمئن ان نتيجه المسحه السابعه لفرقه النادي الاهلي الحمد لله سلبيه خاليه من الكورونا والحمد لله، استعدادا لمباراه الغد مع الانتاج الحربي باذن الله في استاد الاهلي
والسلام، استاد الاهلي والسلام ان شاء الله. بالمناسبه احمد فتحي نجم النادي الاهلي موجود في المعسكر، احنا يمكن قلنا القائمه سقط سهوا اسم احمد فتحي، لا موجود في المعسكر، لكن كنت قبل الفاصل قلت لكم هحرج لكم المهندس عدلي في كام سؤال من على لسان الجمهور، وخليني يعني اجلس في مقاعد الجمهور وهو راجل مسؤول ومستشار كبير في إدارة التسويق وخبير التسويق في النادي. الناس فجأة رصت قطع البازل جنب بعض، قالت لك إيه ده؟ شريف إكرامي، حسام عاشور، عبد الله السعيد، أحمد فتحي، وادي رمضان صبحي، يبقى الغلط فين؟ فجأة رص هذه الأسماء جنب بعضيها في فترة قصيرة، ربما البعض يلاحظ منها أو تدي إيحاء بصورة ما في تقصير العمل. إيه تفصيلاته وإزاي الخمس ست مكونات دول؟ مفيش إحراج ولا حاجة، ده كل واحد منهم ظروفه مختلفة عن التاني. ظروفه مختلفة؟ آه طبعًا. يعني كابتن شريف إكرام الراجل بدري حسم أمره وكان واضح، هو أكثرهم وضوحًا. أنا عايز أروح ألعب وأنا خلاص، ما تعملوش حسابكم عليا. يبقى مع الشريف ده واضحه جدا، خلاص فين تقصير بالنسبه لامير توفيق؟ والله ما قصرت، انا فاضل لي كام سنه عايز العبهم كويس، والشناوي ها في افضل حالاته، في افضل حالاته وانا مش عارف. والشريف قال كده قال كده فالراجل كان واقعي مع نفسه ومع النادي الاهلي واخطر النادي الاهلي. كان فايلر بالمناسبه يتمنى انه يستمر ك حاجه حلوه كبيره في الفرقه، ليها وضع وليها يعني تأثير، لكن خلاص لازم تحترم رغبة اللاعب. طيب وده اللي أنا بقوله، يبقى مع الشريف مفيش تقصير. طيب ونفس الشيء كابتن أحمد فتحي، أحمد فتحي كلنا الأهلي في الآخر وافق للي عايزه الكابتن أحمد فتحي، ولكن رجع في اللحظات الأخيرة. أنتم بدل ما تسألوا إيه اللي بيحصل في اللحظات الأخيرة، ده اللي تسألوه سر اللحظات الأخيرة. لا وقبلها بيراميدز يعني ما لناش دعوة بفلان، ما بنتفاوضش. إنما في كل الأحوال تحترم رغبته. والراجل أهو موجود في المعسكر النهاردة بالصدفة الشديدة، كويس إنك أنت يعني جالك المعلومة وتداركت. صحيح. والراجل بيأدي دوره لآخر ثانية، لأن في حاجة اسمها إيه؟ ما هو أنت مش النجاح إن أنا أديك كل حاجة أنت عايزها حتى لو كانت بره قدراتي وتؤثر على باقي الفريق، لا انا هديك اللي اقدر عليه. بص، هو النادي الاهلي ايه اللي موقفه على رجله؟ على فكره النادي الاهلي الوحيد اللي عنده الرخصه اللي هي محترف. رخصه المحترفين. ليه؟ لان النادي الوحيد اللي قدر يدي الموقف المالي وسلامه وشفافيه ان انا عندي قدرات ماليه تغطي التزاماتي بكيان مالي مستقل، وهو ده كلمه السر. عشان انت كنت بتسالني ايه الحل، كلمه السر لو اتحاد الكره عايز يصلح حاجه للحل، حاجه للحل، بس بستكمل مكونات. طيب الصوره، المكونات فاضل مين؟ حسام عاشور. حسام عاشور الاهلي كان واضح الراي الفني، الراي الفني كابتن حسام صعب انك تستمر معانا لان في بدائل كتيره، وقرار المدير الفني كده يعني مش متخيل ان واحد بتاريخك ده هيقعد لمجرد انه لا انت هتبقى سعيد، ودي هيصدر طاقه سلبيه عليك وعلى الفرقه، ولا ده مقبول انك انت بتحرم حد من مكانك في القائمه بحسابات فنيه. هو جاي، هو اللي جاي، وانت خدت فرصتك على حساب ناس كتير، والنادي الاهلي عشان يعوضك. شوفوا بقى الناس ناسياه ان النادي الاهلي قدمت له بدائل لم تقدم لاحد، بحيث يظل مكرم بشكل دائم داخل النادي الاهلي على ان هو الراجل ادى فتره طويله وحقق انجازات مع الاهلي بدون مشاكل، مفيش اخطاء. البعض قال لك التوقيت، لا ما ينفعش انه كان يتقال توقيت قبل الكلام ده قبل دور بكامل بيتكلمهم، قبل انتهاء الدوري بدور بكامل بتختر اللاعب. هتختاره امتى؟ القانون بيقول لك اختاره قبلها ب 15 يوم. طيب اذا حسام عاشور في الاصل قرار فني للمدير الفني مش عايز الراجل موجود، النادي الاهلي وجه له افضل العروض لتكريمه، وافق، رجع، تراجع، وبعد كده حصلت قصه الفيديو والالحاح عليه، ودلوقتي يعني دلوقتي ولازما دلوقتي، والقصه اللي انتم تابعتوها اللي انا اعتقد الخيط الرفيع فيها ما هوش بعيد عما حدث بالامس
في اختيار التوقيت، لانه التوقيت كانت من مساله شديده الدلاله والوضوح الحقيقه. كابتن رمضان صبحي، عشان نكون منصفين كلنا، اللي هو هو كابتن رمضان صبحي احنا بنحاول نشتريه بقالنا قد ايه؟ بقالنا قد ايه؟ دي تالي سنه. والنادي الاهلي قابل الاعارات الباهظه علشان الكابتن رمضان يرجع ويسترد عافيته مع النادي الاهلي ويضيف ويتالق ويفيد مصر والمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، وقد تحققت كل هذه الاهداف. بدل ما نقول للنادي الاهلي برافو متشكرين على انك انت كنت بتبتكر من الحلول وبتتحمل من الاعباء حاجات زياده شويه، لكن مقابلها مردود ادبي على اللاعب وعلى النادي وعلى المنتخبات، وتحملها النادي الاهلي. لما جينا بقى اخر مره قلنا لا، مش هينفع ان احنا المره دي نستمر في مبدا الاعاره، عايزين نقطع العرق ونسيح دمه، واللاعب موافق على هذا الكلام. كل كلامه لو جالي عقد بره، وده الكلام اللي فيه شفافيه، لا لو جالك عقد بره الموضوع مختلف. فانت مكمل مع النادي وبتضغط وبيضغط عليك، واعتقد ان المشكله الاساسيه في التفاوض مع اي لاعب دلوقتي، وبيدفع على النادي الاهلي بصفه اكبر، لان العين بتابعه بشكل اكتر، مش متابعين الانديه الثانيه بتعمل ايه مع لعيبتها. فانت اللي هي ايه؟ انك مفاوضاتك بقت من خلال السوشيال ميديا، وجهه نظر الميديا كلها، الاعلام. انا كتير جدا يكلمني حد يقول لي ايه الاخبار بتاعت كذا والعرض، اقول لهم يا جماعه هو ايه التفاوض اللي على الهوا ده؟ احنا من كنا بنقول لكم، اهالينا في البيت ما كانتش تعرف انا بعمل ايه. فجاي تسالني عايز اقول لك اخبار التفاوض ايه؟ مساله الارقام اللي كانت بتتحط كان بيستفيد منها النادي هيدرسفيلد. الاهلي يعرض 5 استرليني، غير حقيقه، لان اتضح هو ان اكتر حاجه عرضها النادي الاهلي واللي وافق عليها هيدرسفيلد كانت 3 مليون و250، متقسطين على 3 سنين، ووافق النادي الانجليزي وافق. فهي مشكله المشاكل، انك المفاجاه اللي ما كانش حد متوقعها ان كابتن رمضان هو تبقى المشكله في ناحيه في اتجاهه، هو اللي يختار ده، هو اللي يفاجئك او بده. اختير له ده، وكمان مش رايح احترف بره كما اتفق في اللحظه اللي كل مهيئ بقى ان كابتن رمضان معانا. اذا حجم التوقعات في المشكله، لكن في الاخر تمنوا الخير للجميع، لان الحقيقه والله تمني الخير بيرجع عليك بالخير. طيب خليني اسال السؤال الثاني. تاني بعد اللي حصل ليله امبارح، قال لك اوعوا بقى تكلمونا على ابن النادي والانتماء والنشيد الوطني ده، والناس تقريبا فقدت الثقه في الجزئيه دي. احنا قلنا مين ابن النادي؟ وانت هتقعد تحط معيار تحاسبني انت بمعيارك؟ ما احنا قلنا ابن النادي اللي يخلص له، اللي ما شديد الاخلاص والالتزام، اللي ما يضرهوش، اللي ما يصرحش تصريح يضره، اللي يعني يبقى عنده استعداد بتضحية بسيطة، مش مطالب انه ضحي تضحية كبيرة يعني، بتضحية بسيطة عشان تقدير النادي. عجبني الكابتن شوبير كلمته برضه، وقلنا قالها باختصار. ده انا قلت يا ترى حد يقول لنا دلوقتي هو مين ابن النادي؟ ما تستنى بس لحظة. ده احنا قلناها لنا هنا عشان نفكر الناس. قلت لهم انتوا لامتى هتتصور ان ابن النادي اللي دخل اختبارات الناشئين وانضم للنادي؟ فانتوا ما تحاسبونيش على معيار انتوا عايزين تعملوه. لا هنفضل نقول ابن النادي وهم موجودين، نسبي وجلبان وجلبرتو وفلافي ولاد النادي لحد النهارده يقولوا ايه؟ طبعا طبعا. هاني العجيز اللي لعب سنتين، لا ده ابن النادي لانه تشبع بقيم النادي ويقدمها الان. طيب الحل، الحل لانك انت دلوقتي، الحل انك تبقى ما تنزعجش. الحل انك انت تاخدها بنقطه تحدي. ده انا اقول لك حاجه، لابد ان انا ودي رساله للكهرباء ولاي واحد مكانه، والشرف احنا ناسيين ان محمد شرف بيلعب على اطراف. شريف شريف محمد شريف وطاهر. لا انتوا اذا كان الناس يعني دي ده تحدي ايمانكم ووعدكم لجماهير الاهلي، مش هتحسوا باذن الله بأي خلل، مش ولا حد بأي خلل في الناحية الشمال، وكلكم قادرين انكم تعوضوا هذا الغياب بتفوق. احنا ما عادش الاهلي بيقدم افضل العروض المادية، قناعات الشباب والاجيال الجديدة ما عادش يستهويها كتير البحث عن المجد والقيمة
كلهم عايزين، كله عايز باصص تحت رجليه. ازاي يا استاذ ابراهيم انت بتقدم؟ هو انت لما تقدم حاجه و50 مليون جنيه ايوه الله في 3 سنين ايه اللي انت بتقدم حاجات غير مسبوقه. لكن هي واقفه عند حدود قدره ماليه تعهد بها النادي الاهلي. ده اللي بسالك على الحل. تعهد بها النادي الاهلي وهو يقدم موقفه المالي عشان ياخد الرخصه، ان انا يبقى قدراتي هي اللي بتمول، لو جت حاجه من بره تبقى اضافه استفيد بيها ان انا اوفر قرش اعمل بيه حاجه تانية. لكن ما حدش يطالب النادي الاهلي انه لازم يخش مزاد ويخرج منه شايل بضاعه ما يقدرش يدفع ثمنها بعد كده، وتبوظ اللي موجود كله. لا وتبوظ مستقبلك انت طبعا في 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 قدرتك على الحصول. اي واحد يعرف طريقته. لا ده الاهلي بقى عشان ما يزعلش جماهيره اتكوا عليه وخدوا منه اللي انتوا عايزينه. والناس بتزعل من بعض المصطلحات، القطه والجمل مش عارف ايه. لا احنا مقصود بيها ايه؟ ان انت سيب اداره النادي الاهلي لو قصرت معاك انها تقدم لك فريق قادر على الفوز ازعل، لكن ان مين دخل ومين خرج وبكام دي بتاعتي كنادي انا المسؤول. هو عارف ظروفه يقدر عليه وما يقدرش عليه. طب الحل في ظل الصراع المادي غير المتكافئ، الحل ان اتحاد الكوره يلزم الجميع بالمعيار الدولي في السلامة المالية والشفافية المالية في اللعب المالي النظيف واللعب المالي النظيف، وان الناس تشتغل علشان تاخد رخصة انها تقدم ميزانية تلتزم فيها بان ايراداتها ومصروفاتها تستطيع الوفاء بالالتزامات فياخد الرخصة بتاعته. لكن طول ما اتحاد الكرة كده انت ما انتش عارف مصير الاموال دي جاية منين إيه؟ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن مصير. مرة حد يديلك ومرة حد يساعدك ومرة حد يقول لك انا اديتك. ده مش احتراف، دي مش أندية مستقلة. دي أندية هتعتمد باستمرار على الظرف. وده مش تخطيط. على الظرف المقفول ولا الظرف الظرف الطارئ؟ على الظرف التاريخي اللي أنت النهارده يعني حد يقول إن بعد كورونا الأموال دي تطلع بالكمية دي؟ يعني الناس بتتحفظ. علامات استفهام ودهشة ورغبة وحيرة كتيرة الحقيقة في هذا المشهد. حاولنا نلم لحضراتكم كل ابعاده، المهندس عدلي افاض في الجزئيه الحل في انك انت فعلا لعب مالي نظيف، كل واحد يعرف حدود صرفه، مصادر دخله، اوجه الانفاق، لانه في النهايه ده المعمول بيه بره. احنا عايزين احتراف ولا مش عايزين؟ لكن لو عايزين ابواب خلفيه لطرق اخرى أنا دي مسائل ثانيه خالص. انا لا اتهم احد، انا بقول على اتحاد الكره انه يعمل حط المعايير الدوليه عشان الناس تبقى عارفه راسها من رجليها عشان الكل يتنافس. انا النهارده لو اكتشفت ان النادي اللي بينافسني ها ميزانيته 10 اضعافي من الاول ممكن ما تنافسش معاه واعمل الهصه من الاول. لكن تبقى انت عارف قدرات اللي قدامك ومتوقع الامور هتمشي ازاي، لكن ليس فيها اطلاقا لا غمز ولا لمز ولا اتهام لاحد. ما فيهاش غمزة ولمزة ولا اتهام لأحد، لكن هنشوف بعضمة لسانه. أما وقد نفد الصبر. امبارح اللي اتفرج على الفرحة الكبيرة للأهلي وهو بيستلم استاد الأهلي الجديد، استاد الأهلي والسلام، لاحظ في كلمة الكابتن محمود الخطيب نبرة غضب. صوت الخطيب بغضبه علي عن الأول، كان واضح جدا أنه لا، في رسائل كتيرة مكتومة عايزة تخرج، خرجت امبارح. يمكن في الختام موضوع يمكن ما كنتش عاوز أسيره، بس أنا مضطر أسيره لأن مش ممكن أعدي الموضوع كده. أنا ما بتكلمش كتير وأنا أول مرة يمكن أطلع من زمن يعني، وهو الأسلوب يعني الأشخاص الحقيقة اللي متجاوزين، الأشخاص اللي في نوع من أنواع التدني في أسلوبهم. إحنا النادي الأهلي مش ممكن يرد. النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا، قيمة كبيرة جدا، ما ينزلش أبدا لهذا الأسلوب. ولكن ده مش معناه إن النادي الأهلي بيسيب حقوقه أبدا. النادي الاهلي وبقول للاشخاص دولت اهتموا بنفسيكم، مالكوش دخل بالاهلي، اشتغلوا انتوا عشان تنجحوا،
قيمه الاهلي كبيره جدا اللي تخلي كل الناس دي حواليه دلوقتي. فكروا في كده واشتغلوا لده، اشتغلوا لنجاحكم، ما اشتغلوش لافشال الاخرين، بيشتغل عشان يفشل النادي الاهلي بس. ده امر عجيب وامر مش هيستقيم ومش هيستمر. عشان كده بنقول تاني، النادي الاهلي راقي، النادي الاهلي له من مستوى الرقي والاخلاق والمبادئ والقيم اللي ما ينزلش لهذا المستوى. شوف انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، ولكن قريب انا هتكلم فيه، وقريب هقول للناس ان احنا بنفكر في الموضوع ده ازاي. بس انا مش عايز بقى الموضوع ده ياخدنا من الفرحه اللي احنا فيها. عشان كده برجع تاني اكلم جمهورنا واكلم اعضائنا واكلم لاعبتنا، كل من ينتمي للنادي الاهلي. النادي الاهلي كبير جدا، والنادي الاهلي اكبر من اي حد، النادي الاهلي خيره على اي حد. علشان كده عايزكم تاخدوا الفرحه بتاعتكم، افرحوا وكونوا فخورين بناديكم. اللي بيحصل الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي، وهنقعد معاه هعيش مع حضراتكم بالتفصيل فيه ان شاء الله قريب، لازم تفخروا بناديكم. اللي حصل في النادي الاهلي خلال السنتين ونص اللي فاتوا امر يعني يجب ان احنا جميعا نفخر به. ومهما عملنا انا او مجلس الاداره كله، زمايلي وانا، مش هنوفي الناس قدرهم مهما عملنا. احنا بنشتغل علشان هذا الصرح الكبير. افرحوا بناديكم، اسعدوا بناديكم، كونوا فخورين بناديكم، وان شاء الله دايما الاهلي في المقدمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني هي مش غضب قوي، لكن هي بالنسبه للخطيب تبقى جابت الخطيب تبقى غضب، اللي مش متعودين منه انه يبقى مشدود. هو قال جملتين ثلاثه لما نتمعن فيهم هتلاقي وراهم، قال لك اشتغل عشان تنجح مش عشان تفشلني. انا كنت في مكان قريب، مكان ما هيئه حكوميه، يعني مجموعه اهلاويه قاموا وسلموا عليا، ودخل واحد فقالوا لي ده كذا ينتمي الى النادي المنافس. فضحكت، سيب الباشمهندس ما تقلبش دماغه. قلت لهم لا، الراجل يتكلم وانا تحت امره يعني. فقعد يتكلم كلم، قلت له اسمع، انا مهما اتكلمت انت ما انت هتقول لي اوكي ولا انا يعني هقدر اقنعك. انا عايز اسالك سؤال، تحب الزمالك يكسب ولا الاهلي يخسر؟ قال لي عايز الاهلي يخسر. عايز الاهلي يخسر. طبعا. قال لي لا، احب الاهلي يخسر. قلت له طيب، هنا مربط الفرس، لو انك مشغول عشان تنجح هتعديني وهتنجح وهيبقى، لكن انت مشغول عشان تكعبلني. والله ما كنت سمعت الكابتن الخطيب هو قالها تقريبا بنفس الكلام. فخلينا ننشغل احنا. ولذلك انت كل يوم الاهلي يقدم فيديو من النوع ده، اللي فيه قيمه وفيه انتاج وفيه انجاز وفيه حلم بيتحقق وفيه مشهد بيتصدر للعالم كله، صور وابهار كل شهر تقريبا في حاجه من النوع ده. في مقابل انك تقدر تعمل كل يوم فيديو تهاجم فيه الناس واللي بتهاجمك وترد عليهم وتشتمهم وبتاع، مش هتشتغل. فانت تبقى تنشغل بالنجاح وسيب غيرك ينشغل انه فشلك. اللي عايز يفشلك هو دي مش في ايده، لكن في ايده انه ينجح وانه يفشل هو. بس انا في ايدي انا ان انا انجح. لو سبت حد، ايه المنظر الجميل ده؟ ايوه، لو سبت حد فشلني انت بقى ايه؟ خلاص سيبك من الكلام ده. انا هاخد بقى من اخر جمله عجبتني جدا، ما تسيبوش حد يبوظ فرحتكم. فعشان ما تسيبش حد يبوظ فرحتنا، انا عايز ادي لكل واحد حقه بقى. استاذ ابراهيم على الهوا اتفضل، يعني اسمح لي وانا فضل. يعني هقول لك سر فضل. انا بعت للاستاذ محمد كامل النهارده رساله، قلت له رغم ان انا زعلان منك لكن انا بقول لك اي منصف لازم يشد على ايادك ويهنئك ويقول لك انت اديت المفهوم في الاستثمار الرياضي معناه الحقيقي، انك انت مش مساله الرعايه بتجيب فلوس، ده انت جبت رعايه على حاجات ما حدش كان واخد باله منها. انت دخلت تحدي القناه وهو تحدي مرعب بفتحه صدر، ادي احنا شايفين نتيجتها
قناة ولا أروع ببرامج ولا أروع بمعدين ولا أعظم بتنوع من الصبح. أنا واحد من الناس النهاردة بقى أقعد من الصبح بالليل دلوقتي مع قناة الليل. كله يقول لك ما بغيرش. إذن هذا الكلام أنت تستحق عليه التهنئة، وأيضا هذا النسب المتكافئ بينك وبين الأهلي وبين وي والشركات الراعية. نسب أو النسب المتكافئ. نسب متكافئ هو ده اللي بينجح. انك انت مش مقصودش من ناحيه الفلوس، الكالتشر، الثقافه، الرؤيه، الاحلام المشتركه. واخدين بعض عن قناعه. انت لما تشوف الاستاذ محمد عبد المطلب احمد او محمد المسؤول يعني الناحيه التجاريه في البرنامج مع كابتن هاني رمزي امبارح، شركه وي المصريه للاتصالات، المصريه للاتصالات، وهو يتحدث على ان اللي شفتوه ده لسه اللي جاي ده في حاجات كتير جدا ورؤيه واستراتيجيات، وان اذا كناش نسبق دايما بخطوه بعد كل حلم نحققه وننقل على حلم جديد. هو ده النادي الاهلي اللي هو ايه اللي هو مصر. حط بقى طريقه التفكير دي بتاعه وي وبتاعه السادات وبتاعه النادي الاهلي والرعاه الذي امنوا بهذا الثلاثي والنادي الاهلي ودخلوا. شوف كلمته سعادته بالارتباط بالاهلي وجمهوره. لا لا، وتكتشف ان ده قاعد واحد عنده رؤيه. أيوه. ما بيشتغلش عشوائي. صحيح. مش جه يلبس الاهلي فانيلا ويحط اعلان. ده جاي يتصور حلم مشترك. ولذلك بقى والله العظيم انت فكرتني بحاجه مهمه. انا بعد طبعا حاجه واحده. انا بعد ما باركت وببارك وهستمر ابارك يعني ابارك كل يوم، انا كراجل اهلاوي محب الاهلي انا فرحان جدا باللي يحصل في النادي وفخور، واشكر كل الناس اللي اشكر الرعاه، اشكر الاستاذ محمد كامل والسادات، اشكر شركه وي، اشكر كل من السادات عامله عمل ضخم ضخم يعني الحقيقه، المسؤولين عن القناه اشكرهم جميعا. لكن عايز انا اقول ايه بقى، هو الشكر مش بالبق يا جماعه. لازم تعرفوا هو الاهلي الاغنى ليه، عشان صاحب القاعده الاعرض بيرهد التسويق بكم متابع معاك وكم واحد بيحبك وكم واحد متعلق بيك. هو ده. إذن علينا أن ننمي عدد المتعلقين بالنادي الأهلي من خلال تقديم الأجود. الأجود في النتائج، الأجود في الصورة الذهنية عن النادي الأهلي، الأجود في كل حاجة بنعملها. ولكن عشان نقدم الأجود بقى، يا تلتين شعب مصر، يا تلتين شعب مصر، دي الإحصاءات الرسمية على فكرة. لما الراعي يجي عشمان فيكو وبوجاهر، ودي صعبة جدا في دنيا الإعلام والرعاية، إنك تقول معوي أنا هنا، أنا مع الأهلي، الأهلي معوي مع بعض، معاك يا أهلي، أي راعي يجي يضع كل هذا العشب ويدي كل هذه الثقة لهذه العلاقة لازم يلاقي مردودها أكتر مما توقع في تجاوب جمهور الأهلي معاه، في تجاوب جمهور الأهلي في إنه هو الراعي عايز إيه؟ عايز إنه يتشاف والمنتج بتاعه يتسوق. يبقى انا كجمهور الاهلي لازم اوريله ان انت اخترت صح. لا ده انت ده انا هدي لك اكتر، ده انت كنت متصور حاجه هدي لك ضعفها. من النهارده كلنا وي لازم، هي الكلمه اذا كانت وي قالت معاك يا اهلي جمهور الاهلي ومعاك يا وي، بس انا عايز جمهور الاهلي بقى يكون عملي. انت عايز تدفع فلوس للنادي الاهلي؟ لا، مش عايزين منك اموال، عايزين منك تدعم الرعاه اللي هيدونا الاموال. ايوه، ادعم الرعاه، الراعي اللي يجي لك ويثق فيك اقبل على منتجاته، اقف في ظهره عشان يديني اكتر ويقدم اكتر ويعلي سعره، يعلي اكتر طبعاً. ونبتدي نرى اليوم ان الراعي يساهم معايا في صفقات تقيله زي بره. بالظبط، عايزين اليوم ده عشان يحصل. مش عايز منك فلوس، انا ما بتديش الاهلي حاجه، لكن روح لكل راعي بيثق في النادي الاهلي اقف في ظهره عشان يقف في ظهر الاهلي. وكان شيء رائع جدا انه كل ده حصل في وجود السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، واللي قال في كلمته انه سعيد جدا بهذه النقله الكبيره في الاستثمار الرياضي وفي الشراكه الرياضيه المتحضره بفكر استثماري عالي جدا. ده حصل في وجود الوزير اللي اشاد بيه واللي قدره. عشان كده حتى في كلمه الكابتن محمود الخطيب اهتم الكابتن في بدايه كلمته انه يوجه كل التحيه والتقدير للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل هيئات الدولة على كل ما تقدمه في ظل هذه التحديات الصعبة اللي بتمر بها البلاد. هو ده العمل،
هو ده النادي الاهلي، هو ده اطلاع مسؤول النادي الاهلي بادوارهم، هو ده اهتمام النادي الاهلي انه يكون مساند وداعم باستمرار بالفكر الحديث لتطوير الدوله المصريه رياضيا. استاذ ابراهيم انا كنت لسه حتى يعني بس الكلام بينقلنا، انا قلت الاهلي بيشتغل انه يتحدى المستحيل في وقت ضيق، افتلقت هذه الرغبه مع استادات لايف بيشتغلوا بنفس الاسلوب، وامنت بيهم شركه وهي العملاقه اللي هو بقى ايه، وراحت لنادي الانتاج يا استاذ ابراهيم، دي كلها دي مؤسسات دلالات مؤسسات تابعه للدوله وطنيه، دي انت استادات القبضه، شركه استادات القبضه الشركه الوطنيه، حتى لايف شركه لايف اللي مقدمه لكم احلى شاشه بتفخروا بيها شركه وطنيه، فانت بتتكلم على استثمارات رياضيه مصريه باموال مصريه وافكار مصريه وجهود مصريه. مسؤول الانتاج دول مش من الذكاء انهم كسبوا منشاه ما فيش زيها طبعا الا استاد القاهره طبعا او الاستاد صحيح، انما هم حتى الاحدث هتجد الارض، ارض الملعب امبارح اتلعب عليها بلياردو مش صحيح هو. صحيح انا ما شفتش المنظر ده صحيح، هو ده النادي الاهلي وهي دي افكار النادي الاهلي وهم دول مسؤولي النادي الاهلي وهو ده رئيس النادي الاهلي، رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب اللي الاستاذ عصام السباعي مدير تحرير الاخبار اختصوا بمقاله او سطور مهمه جدا الحقيقه في عموده بوكس في الاخبار، قال على مدار سنوات فاتت واخرى ستاتي سيظل الكابتن الخطيب رمزا للاحترام والنجاح، ولان السيره اطول من العمر سياتي يوم يحكي فيه الناس لاحفادهم واحفادنا سيره الخطيب على دقات السيمفونية الخامسة لبيتهوفن ومع أصوات إنيو موركينيو في موسيقى فيلم الطيب والشرس والقبيح. ده بيستحضر المشهد. آه. هذه الثلاثية المهمة جدا وقسموها براحتكم. لكن على ذكر الكابتن الخطيب وصورته حتى عند رؤساء الأندية الشقيقة المنافسة. المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة وهو هنا بالمناسبة البرلماني الكبير. له رأي. في تجاوبه مع الكابتن محمود الخطيب جت مناسبة الكلام فيه. رأي حضرتك في الإساءات اللي بيتعرض ليها الكابتن محمود الخطيب في الفترة الأخيرة؟ والله الكابتن محمود الخطيب صديقي وشخصية محترمة جدا وأنا بحبه وبحترمه وهو قيمة وقامة ورمز كبير قوي وراجل ناجح جدا ومحترم، وأنا لا أقبل الإساءة لأي مواطن مصري فما بالك بمحمود الخطيب. بص كلنا مواطنين مصريين كلنا متساويين في الحقوق والواجبات، أنا لا أقبل أي إهانة لأي إنسان مصري فما بالك بمحمود الخطيب، راجل بيشتغل بمنتهى الأمانة ومنتهى الهدوء والرقي وشخصية محترمة جدا جدا. هو محمود الخطيب أنا أعرفه من أكثر من 40 سنة يعني عاصرته زمن طويل جدا، من أجمل وأشيك الشخصيات وراجل مهذب بشكل كبير قوي قوي قوي، مهذب جدا ماضيه وحاضره طول عمره، راجل مهذب وراجل مؤدب وصادق ومجتهد وبيحب شغله وبيحب بلده وبيحب الأهلي وربنا يوفقه، فلا أقبل أبدا أي إهانة لا له ولا لغيره. الحقيقة هو وصف الكابتن الخطيب بكلمة بيطلق راجل شيك ومؤدب. أنا في حياتي ما سمعت الكابتن الخطيب في لحظة صفاء هزار غضب بيشتم. في حياتي ما سمعته بيغتاب. فالشخصية اللي زي كده ما بيبقى عندها يعني فطرة سليمة. لازم ندي الناس حقها يا إخوانا. لازم ندي الناس حقها، لا يستحق. هو بيضغط عليه ليه؟ هو بيتهاجم ليه؟ هو بيقتحم بيته ليه؟ هو بيتسجل لتليفوناته ليه؟ هو وغيره ليه؟ ايه الجدوى من وراء هذا الامر؟ الحقيقه يعني الكلام بتسمعه من المهندس فرج عامر يعني اصاب في كل كلمه قالها. كنت عرضت لكم لما عرضنا في البدايه كلمه الكابتن الخطيب وقلت لكم نبره صوت الكابتن الخطيب فيها مسحه غضب واضحه، بس هو في كل ما تعرض ليه الكابتن الخطيب من اساءات وتجاوزات حتى المهندس فرج عامر امتعض ليها جدا وكل الناس اكيد متابعاها وشافتها. الكابتن الخطيب عمل ايه؟
او النادي الاهلي عمل ايه؟ سلك كل الطرق المشروعه والقانونيه والصحيحه والسليمه بمنتهى الانضباط ومنتهى ضبط النفس، يمكن بجرعات زايده جدا من ضبط الاعصاب وضبط النفس، حرصا على السير في الاطر الطبيعيه والمنطقيه والقانونيه اللي قال عليها الكابتن محمود الخطيب الاهلي قيمه، وقيمته انه ما ينزلش، قيمته انه يتصرف وفقا لثوابته وقيمته وتقاليده. كانت اخر حاجه انه بعد تقديم كل هذه البلاغات لمعالي النائب العام، طلب معالي النائب العام من مجلس النواب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك المبلغ ضده في شكاوي او في بلاغات النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، وكان قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب برفض رفع الحصانة، رفض طلب النائب العام برفع الحصانة. انا كمبلغ، انا كشاكي، انا كواحد وقع علي هذا القدر العالي جدا من الإساءة والتجاوز، أعمل إيه؟ أعمل إيه غير أن أنا أغضب؟ أعمل إيه غير أن أنا فعلا لا أملك من أمري شيء؟ لكن ده كمان يخلي فكرة الحصانة اللي الناس اتكلمت فيها كتير جدا، يخلينا حتى نستعيد رؤية كتير من فقهاء القانون والدستور. الدكتور فتحي سرور علامة قانوني كبير جدا، وهو يجلس على منصة رئيس مجلس الشعب لسنوات طوال، كان اهتم أكتر من مرة يقول للسادة النواب الحصانة لمين نفكر بيها. طيب هنا بقى أحب أقول برضو، وأنت رجل قانون، أن عضو مجلس الشعب يتمتع بالحصانة الموضوعية عن كل قول يبديه داخل المجلس ولجانه، ولكن كل قول خارج المجلس ولجانه هو لا يتمتع فيه بأي حصانة موضوعية. ده للتنبيه والإحاطة. يعني كلام واضح ومحدد وبرلماني مخضرم، وانت في اي ظروف عاديه هتجد المعنى ده عند ناس. اصل هو انت الناس بتنتخبك عشان تقعدوا مجلس الشعب تمثل الناس، مش ممكن حقيقة الناس هتنتخب واحد عشان يستخدم الصلاحيات ضدهم، وخصوصا ان انا يعني هي المعركه كده مش متكافئه، انت تقدر تشتمني انا ما اقدرش حتى اشتكيك، مش اشتمك. يعني مساله محتاجة من زملائنا وممثلي الشعب انهم يعيدوا النظر فيها هم قبل اي حد تاني الفترة الجاية دي، ويطمنوا الناس احنا مش بنتعالى عليكم ولا حاجة، لا ده احنا عايزين الحصانة عشان ندافع عن حقوقكم مش عشان نستخدمها ضدكم. ده كلام الدكتور فتحي سرور وكلام كله فقهاء القانون، وما اعتقدش ان احنا محتاجين نذكر بموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي الأستاذ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، لما نزل من على المنصة وطلب من السادة أعضاء مجلس الأمة وقتها أرجوكوا صوتوا لصالح رفع الحصانة عني، في عضوة في المجلس مقدمة شكوى ضدي تعتقد أن لها حقا عندي وأنا شايف أن أنا صاحب حق، فادوني فرصة أروح قدام جهات التحقيق القانونية أدافع عن حقي ودافع عن صورتي وهي الدافع والطالب بحقها. ده رئيس مجلس الأمة الكويتي. بالمناسبة مصر عرفت الحياة النيابية لأول مرة، عارفين سنة كام؟ 1866. 1866 ظهر في مصر أول مجلس شورى النواب في مصر. هي دي مصر وهي دي عراقتها وهي دي قيمتها، وهو ده الإرث القانوني الحضاري الدستوري الكبير اللي كل دول المنطقة استفادت منه واهتدت بيه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بعظمة لسانه كمان متواطئ وساكتين عليه بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. بعظمة لسانه متواطئ وساكتين عليه. كلام مهم جدا يا جماعه، لانه الحقيقه في زنقه وزحمه الكلام على الانتقالات والمشاكل فجاه بتطلع حاجات تشكك في زمم اللعيبه، ومش بس اللعيبه، لانه لما تيجي تقول لي ان انا لاعب الفلاني الفلاني وهو عندي كان متواطئ معاك وفوت وساب، غير ان انت بتطعم في ذمه اللاعب،
وسمعته، انت كمان بتسألي انا كطرف قبلت ان انا اتعامل بهذه الطريقة؟ ومن غير ما تاخد بالك انت بتسأل نفسك، لانك كمان عند لعيبتك وعند جمهورك انت قبلت من اللاعب عندك ارتكاب واحدة من فواحش الرياضة والاخلاق، ان لاعب يفوت او يتواطى او يرتشي. صدقوني الكلام خطير جدا، بيعدي كده مرور الكرام على اللغو من غير ما الناس تقف عنده والناس تقول يا جماعة احنا كده بنصدر مفاهيم خطر جدا، احنا كده بنروج لأمور طاعنة لقيم رياضية وقيم أخلاقية. أحد الزملاء في قناة نادي الزمالك الشقيق تحدث عن كهربا، محمود كهربا اللاعب اللي انتقل للأهلي من الزمالك وهو في الأصل ابن الأهلي، لكن تخيلوا انه بعد 5 سنين من وقعة يظهر انه كهربا كان متواطئ. نشوف إيه التاريخ يشهد علينا. محمود كهربا هرب في ماتش القمة وعمل أزمة ليلة ماتش القمة، بعدها بسنتين السنة راح السعودية ورجع. هناك لعب من عدل القيعي في دماغه، بيلعب في دماغه، فمن بيجوا قبل الماتشات المهمه ممكن يلعبوا في دماغه، فعادي في وضع طبيعي انه لعيب ما يكونش هو اللي عليه ضربه الجزاء في ماتش السوبر وهو اللي ياخد الكره ويجري عشان يلعب ضربه الجزاء ويضيع ضربه الجزاء وبغرابه شديده. خد بالك لو عدت البتاع ده سجل هدف بعدها ماشي، ده ما سجله بلوك ميتش او سجل هدف وبعد ما خلص الماتش انت كنت كسبان 1-0 ولو جبت الثاني وكنت ممكن وجالك فرصه ثانيه تخلص الثالث كنت خلصت الماتش في الشوط الاولاني. محمد يا راعي انت تتهم كهربا النهارده ان هو اضاع ضربه الجزاء عامد متعمد؟ سلوك كهربا في نادي الزمالك بيؤكد هذا الكلام، ان هو طالما بيهرب من الماتشات يبقى هو بنسبه كبيره جدا هو هرب فيها وضيع ضربه الجزاء عامد متعمد، ما فيش مشاكل عادي. لا حول انا بس ولا يعني إلا انا عايز اقول يا خساره يا خساره مش حول اكتر من كده يخسر. كمل. بصوا يا جماعه عشان الكلام على خطورته، مهندس عدلي لعب في دماغ كهربا خلاه يضيع ضربه الجزاء بتاعه الزمالك قدام الاهلي، لعب في دماغه في الاربيل. طيب انا بقول لكم ليه الكلام خطير، لانه قبل ما يمس قيمه زي المهندس عدلي القيعي اللي انا بشرف بالجلوس معاه، الكلام خطير بجد. احنا ليه بنستهين وبنستهتر بخطورة الترويج لده؟ دي ضربة الجزاء. أولا اللي أخذ ضربة الجزاء كهربا، يعني لو الراجل مفوت للأهلي مش هيروح لغاية الحتة دي وياخد ضربة جزاء من أحمد فتحي مبدئيا، يعني كان يقدر يطلعها بره وكان يقدر يعمل أي حاجة. طيب ضيع ضربة الجزاء، هخليكم نتعامل بس مع منطق عشان نشوف أقول لكم الخطورة فين. ده لما يكون متواطئ عندك. المباراة كانت يوم 15/10 هو مش جاب جول 2015 لا 15/10/2010 مش ده بتاع 3-1 عمر جابر جاب جون 3-2 عمر جابر جاب جون وكهربا جاب الجول الاخير وسجل الجون الثاني وجاب للاهلي عبد الله السعيد ومؤمن زكريا عبد الله السعيد جونين. بس انا بقول لكم الخطوره فين بقى والكارثه الكبيره فين. المباراة دي 15/10/2015 وفقا لكلام الزملاء انه كهربا متواطئ لانه المهندس عدل القيعي هذا الشرير لعب في ودانه وخلاه يفوت المباراة، فوت المباراة خلينا نكسب وهنجيبك الاهلي. حلو؟ انت عملت ايه؟ لاعب عندك متواطئ ضيع منك بطولة، ضيع عليك الكاس، قبض وارتشى من المنافس بالكارثة ديت. عارفين من 15/10/2015 لغاية لما كهربا مشي من الزمالك وراح البرتغال، هذا الرجل المتواطئ مثل الزمالك والزمالك ائتمنوا على مباريات قد ايه؟ 92 مباراة لعبها كهربا بعد هذه المباراة المتهم فيها بالتواطؤ. 92 مباراة سجل لهم 31 جون في كل البطولات اللي الزمالك شارك فيها. يعني الراجل كان امين ومخلص وجاب 31 هدف في 92 مباراه، وانت في رايك انه كان متواطئ لصالح الاهلي فقط علشان
تسيء للاهلي او تسيء للمهندس عدلي القيعي او تسيء لكهربا لانه ساب الزمالك، او تسيء لنفسك لان قبلت انك تسكت على لاعب بهذه لا اهم كلمه تتقال. انا لعبت في دماغ واحد عشان يجي عندي يقعد 5 سنين في النادي، ما قصرتش فيه، بيروح ويجي ويجدد ويعمل يلعب 92 مباراه. ما انت يعني بتجيبها ان انت طالما مش واثق فيه بتلعبه ليه؟ لا انا بقول لك من زاويه تانية، هو بقى كهربا لو هو متواطئ معايا وانا لعبت في دماغه يمشي تاني سنه، يمشي تالت سنه، مش يقعد 5 سنين بينها تجديدات و... طب جدد ليه؟ لما عايز يمشي هو بيلعب معايا. مش انت بتقول انا قدمت وهو جدد لي وانا قدمت العقود الجديده، ده مشكلة انه قدم العقود الجديده. يا جماعه زي فكره عدلي القيعي كان بيروح يشوف الثغرات في الاتحاد، العقود كلمه بتتقال وخلاص عشان يعني يعدوا بيها موقف، لكن بيترسخ في ذهن ناس بسيطه ملهاش ذنب انها تقعد تصدق الكلام ده وتبني عليه مواقف. كلام ما ينفعش، ما ينفعش، ولازم نحترم بعض اكتر من كده، ولازم نحترم قيمنا الرياضيه اكتر من كده، ونحترم لاعبتنا ونحترم حتى عقول جماهيرنا، لانه الامر الحقيقه على المشاع. مش بس كهربا لانه انتقل للاهلي، طب الشناوي ما جاش الاهلي، الشناوي ما جاش الاهلي ده راح بيراميدز، ومع هذا رئيس نادي الزمالك اتهمه ايضا ذات الاتهام والطرف كمان الاهلي. احمد الشناوي قعد مع الكابتن، خد كلامي ده بثقه، قعد مع كابتن الخطيب، قعد تاني مع كابتن الخطيب هو والده، كابتن الخطيب قعد في اوضه ازاز، مش عارف انت عارف، انت عارف البيت اللي بتاع الراجل ده ولا لا؟ عنده كده اوضه ازاز عشان قال لما احلف على مصحف ان انا ما قعدتش يبقى انا ما قعدتش، تمام؟ واتفق على كل حاجه، واتعرض قال لك انت عندك شرط جزائي 1.5 مليون، كان ايامها لسه العقد بتاعه فاضل له سنه. 1.5 مليون هنحط كمان مليون دولار يبقى 2.5 مليون، تمام؟ قبل ماتش الاهلي بثلاث ايام اللي احنا شلنا فيه 3 ما لهمش لازمه. اللاعب اللي يبص لعينه للفلوس ويقعد مع الفريق المنافس قبل ماتش مهم بثلاث ايام ونشيل 3 يوم 0، اعتقد 3-0 في هزيمه موجعه ما كانش اصلا في الحسبان، ملوش مكان عندي. انا كلام واضح على الهواء. طب يعني انا بس ليا تعقيب مهم جدا، وحضرتك هتتمسك بروايتك وانا هتمسك بروايتي، انه الكابتن الخطيب لم يجلس مع احمد الشناوي. يا كابتن شوبير، ما هو كابتن الخطيب لم يجلس مع احمد الشناوي. يا كابتن شوبير، ما هو كان قاعد في اوضه ازاز عشان يحلف، حتى بالاماره كان ملعب الاسكواش في الجونه، ما هو ما فيش اوضه ازاز لف ملعب الاسكواش يعني فين الاوضه الازاز دي؟ طيب مبدئيا الكابتن شوبير في مره تانية بعد كده كان بيستضيفه الاستاذ خالد ابو بكر المحامي، اللي كان الاستاذ مرتضى منصور طلب شهادته، فالراجل اتكلم قال لك ما حصلش، ومجرد ما الكابتن الخطيب عرف ان الشناوي طالع عند الراجل الكابتن الخطيب استاذن وانصرف وقال لك ما ينفعش. ده روايه خالد ابو بكر، شاهد العيان اللي ورد اسمه. طب الشناوي نفسه هو دلوقتي لا في الاهلي ولا في الزمالك، بس انا بقول لكم لانه اتهام الناس بهذا الشكل. الشناوي على فكره بعد هذه المباراه اللي بيقول لك ملوش مكان عندي، اللي يقعد مع الخطيب ويقعد مع الاهلي ويشيل 3، ما معناها الاتهام واضح. المباراه كانت 8/1/2018، اتنقل الشناوي لبيراميدز بعديها ب6 شهور. بالارقام الشناوي لبس فانيله الزمالك واؤتمن على مرمى ناديه 16 مباراه اساسي الشناوي مع الزمالك بعد هذه الواقعه اللي ملوش مكان عندي بعد ما قعد مع الخطيب لحد ما اصيب، لغايه يعني. لما اصيب يعني الاصابه هي اللي منعت ووقفت العداد عند 16 مباراه اللي ملوش مكان عندي علشان قعد مع الخطيب، والكلام واضح في الاتهام وشال 3. كلام في منتهى الخطوره، بس مش هنرد، خلي اللي يرد الشناوي نفسه. الكابتن الشناوي في اون تايم سبورت تحدث عن هذه الواقعه وهذا الاتهام وايه علاقته بالاهلي. ما حصلش لقاء مباشر بينك وبين مسؤولين في النادي الاهلي خالص. ما حصلش لقاء مباشر بينك وبين مسؤولين في النادي الاهلي خالص. يعني كلام اصله لا ينفع ولا يتقال. واذا كنت انت في شخص عندك انت شاعر انه مفوت، ما تدلوش ظهرك تاني.
مش يلعب لحد ما يصاب ويبيع في 16 مباراة. يعني كلام مش معقول. زي كابتن كهربا اتلعب في دماغه وبعد 5 سنين مش اتجدد. تأثيرك ضعيف وعير الله. طب هو جدد ليه؟ طب ما جات له فرصة يمشي. اللعب ايه يعني؟ ولا كان الحكم صفر؟ ولا كان الحكم صفر؟ مش عارف ايه يعني. يعني ارجو ان احنا يعني لا نستهين. عشان كده بقول يا خسارة ليه؟ لان الحقيقة بيطلع من عند ناس انا كنت ببصت لها بصة للأسف. اتهامات بنستسهلها لكن هي مصيبة سودة، مصيبة في عرف الأخلاق والقيم. اتهامات صريحة بشكل انتوا تشوفوا المنطق والأرقام والحقائق عكس كده خالص. زي حدوتة الأهرام، وكالة الأهرام بمناسبة حتى وإحنا بنتكلم على طب اللي مقدمة هذا العرض الكبير جدا في تسويق النادي الأهلي واستغلال قيمه التسويقية العالية جدا، شركة استادات الوطنية أو الشركة القابضة، استادات القابضة شركة وطنية مش وكالة الأهرام خالص. شوفوا القيم، قيم الرعاية بتاعت النادي الأهلي وصلت لكام، والأهرام تقريبا كوكالة مش في السوق، مش في المجال، مش منافس، بس القيمة بتاعت الأهلي شوفوها وصلت لفين. لما كان وكالة الأهرام فاعل في السوق، النادي الأهلي هي حجم شعبيته هذه القيمة. بالمناسبة كابتن أحمد حسام ميدو، ولانه راجل احترف وراجل عنده تجربه احترافيه كبيره جدا، فكلامه في الجزئيه دي كمان يبقى مهم جدا. اتكلم على علاقه الاهرام ومن ثم الكابتن حسن حمدي اللي كان وقتها بيدير وكاله الاهرام للاعلان بنادي الزمالك وفقا للعقد. هنشوف مشكله كبيره جدا قالها احمد حسام ونشوف الرد فيها ازاي. تعرف يعني ايه وكاله الاهرام؟ كانت وقت من الاوقات بترعى الزمالك، فانت مطلوب منك دلوقتي كعضو مجلس اداره او كرئيس نادي تقعد مع رئيس الوكاله او نائب رئيس الوكاله. عارف انا انت عارف اللي هو كابتن حسن حمدي. حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. طب احكي لكم بقى موقف انتم ما تعرفوش. انا جيت لعبت في نادي الزمالك اول مره، جيت لعبت نادي الزمالك بعد ما رجعت من الاحتراف. قصه بحكيها لاول مره هنا، وده كان السبب الرئيسي. الموقف ده هو السبب الرئيسي اللي خلاني خدت قرار ان انا امشي. كان ليا شيكات ما كنتش قبضت ولا مليم من النادي، وقعد متاخره. فكلمت مكتب الاستاذ ممدوح عباس، فكان مدير مكتبه راجل اسمه الاستاذ محمد ابراهيم. عارفه ولا لا؟ استاذ محمد ابراهيم يعني لو رجعت الذاكره تبقى عارف. فالمهم ايه، قالوا لي ان الاستاذ محمد ابراهيم هيبقى معاه الشيكات بتاعتك عشان يصرف لك الشيكات بتاعتك. كان ساعتها الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي، وكان هو رئيس وكاله الاهرام للاعلام. كان وكاله الاهرام للاعلام هي السبونسر بتاعنا او هم الرعاه بتوعنا. فالراجل محمد ابراهيم ده رد عليا رد خلاني ان انا يوميها بالليل حجزت الطياره وسافرت. عارف ايه هو ولا لا؟ ايه هو؟ قال لي كابتن احنا اسفين، لازم نستنى للاسبوع اللي جاي عشان كابتن حسن حمدي يمضي لك على الشيكات. فقلت له ايه؟ كابتن حسن حمدي يمضي لمين على الشيكات؟ كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي. فقال لي كابتن حسن مستنيينه يرجع من الجونه عشان يمدي لك على الشيكات عشان تاخد الفلوس. قلت له شكرا، رحت قافل السكه. والله يا امير ويوميها بالليل حجزت طياره. قلت لهم انا مش طبعا. الكلام اللي بيحصل ده مش الكلام اللي بيحصل ده غير طبيعي، مش مظبوط يعني. انت فاهمين يعني ايه يا جماعه ان انا لعيب في نادي الزمالك؟ عشان تعرفوا القصه كانت ماشيه ازاي يعني. مش عايز يعني ما كنتش عايز اخوض فيها، لكن الكلام فتح بعضه يعني. ان انا كلاعب نادي الزمالك مستني رئيس النادي الاهلي يمضي لي على شيكاتي. على فكرة كل الكلام ده كأستاذ إبراهيم يعني ده دفاع عن حسن، كابتن حسن حمدي يضعه في مكانة عالية جدا. يعني هو رئيس النادي الأهلي، لو كان هو بصص له بالمعيار ده من أساسه ما كانش راح خد رعاية النادي الزمالك. لكن بيروح وياخد، ودي مزادات، بيوصل في المزاد لحد ما يستقر عليه. يعني لو اللي قدامه زود كان هو زود. دي قيم تسويقية. وإن هو كمان الناس كانت بتستنى لحد كان بيصرف لها الشيكات عشان تصرف مستحقاتها. في يعني ايه التحامل اللي ملوش معنى على راجل وقف في ظهر الانديه المصريه في وقت ما كانش فيه غير وكاله الاهرام بتعمل الرعايه؟ طيب دلوقتي الكابتن حسن الراجل يعني ابتعد عن العمل الرياضي والعمل العام عامه، وعايش حياته الشخصيه ربنا يديله الصحه وطوله العمر. ومن ثم دي مسؤوليتنا ان كلما يرد اسمه بمحاوله الاساءه ليه بتداخل المصالح في هذه الحقبه لازم نرد ونوضح، لانه
الكلام بالطريقه اللي ميدو اتكلم بيها فيها تداخل مصالح شديده جدا. اذا كان في المعنى المبطن المهندس عدلي قاله كده يبقى الكابتن حسن وهو بيدير وكاله الاهرام بيرعى نادي الزمالك، ده تبقى المساله في منتهى الايجابيه منه، يستحق الشكر مش الهجوم. لكن الحقيقه لما تبقى الحقيقه نفسها غير كده، لما يبقى الكلام اللي قاله ميدو مش صحيح، لما يبقى الحقيقه في على ارض الواقع سبب مشيان ميدو من نادي الزمالك لا الكابتن حسن ولا الاهرام ولا الاخبار ولا حاجه كده خالص. السبب وقتها اعلنه كريم حسن شحاته في برنامجه، كان وثيق الصله بالاستاذ ممدوح عباس، فحكى لماذا خرج ميدو من الزمالك. النهارده كان في جلسه كده في مكتب الاستاذ ممدوح عباس خارج النادي، مكتبه الخاص مع احمد حسام ميدو، كانوا بيتكلموا في بعض الحاجات كده، ان احمد حسام ميدو عايز يعمل بعض المشاريع لنادي الزمالك، والجلسه كانت ماشيه بشكل كويس جدا. اثناء ان احمد حسام ميدو وهو ماشي فبيقول الاستاذ ممدوح عباس يعني انا اللعيب الوحيد اللي ما خدتش فلوسي او ما خدتش اي مستحقات لغايه دلوقتي من نادي الزمالك من عقده. فالاستاذ ممدوح عباس قال لميدو يا ميدو انت يعني ما اشتركتش كتير مع نادي الزمالك السنه دي، كان عندك اصابات كتير، كان مثلا وزنك زايد فما اشتركتش في ماتشات كتير، يعني نادي الزمالك لغايه دلوقتي ما استفادش منك، فبالتالي موضوع عقدك كبير جدا حوالي 7 مليون جنيه، فلازم نقعد ونتكلم في موضوع العقد ده، ان العقد ده لازم ينزل. فميدو قال له لا، ده عقد وانا ماضي مع اداره نادي الزمالك، اللي كانت طبعا الاداره السابقه كان المستشار جلال ابراهيم ومجلسه السابق، وده عقد وانا ما مش هينفع انزل. فالمهم احتد النقاش ما بينهم، والاستاذ ممدوح عباس قال له لا ما ينفعش ومش عارف ايه والفلوس كتير واحنا دلوقتي مزنوقين في نادي الزمالك يعني الزمالك ما استفادش منك يا ميدو لغايه دلوقتي. المهم الامور سخنت شويه وحصل يعني شويه كده الاستاذ ممدوح اتعصب بشكل كبير جدا، ولكن طبعا هي القصه كلها عقود واتفاقات، لكن الاستاذ ممدوح عباس شايف ان الزمالك ما استفادش لغايه دلوقتي من احمد حسام. يا باشمهندس رايد كريم وقتها الفيديو ده بتاع يومه قال لك النهارده حصل اجتماع بين ميدو والاستاذ ممدوح عباس، وانه قال له احنا ما استفدناش منك وانه العقد كبير ولازم ينزل و والتفاصيل اللي كريم شرحها لا في لا الاهرام ولا الكابتن حسن. لا يجوز برضه الراجل المدير الحسابات فعلا قال له كده، قال له فهو راح لاستاذ ممدوح عباس وما اتفقوش اصلا على العقد بصرف النظر. اصل دي انا شايف ان انا يعني دي لصالح الكابتن حسن حمدي ولصالح الاهرام 100%. اي حد يجي يقول لك كان بيرعى الزمالك بس دي قيم تسويقية، لو كان في مزاد قدامه، والدليل على كده لما صدر أكثر من مرة قرار بأن هم يخرجوا من عباية الزمالك اضطروا يرجعوا الهرم، كانوا بيضطروا يرجعوا تاني. اعتقد أداء الكابتن حسن وفصله ساعتها كان سئل عنه الأستاذ مرسي عطلة اللي كان رئيس نادي الزمالك ورئيس مجلس إدارة الهرم في مرحلة، وأنصف الكابتن حسن كتير زي ما الدكتور عبد المنعم سعيد أنصفه كتير، والحقيقة تاريخ الكابتن حسن حمدي لوحده فيه خير الإنصاف. زي ما موضوعية ميدو اليومين دول الحقيقة فيها إنصاف ليه، لأنه أداء ميدو في البرنامج بتاعه أوضة اللبس الراجل بيحاول يقدم تجربة حتى الآن فيها قدر من الموضوعية وفيها قدر من الحرص على الأداء المتزن شوية. واضح جدا حتى أنه كتب تويتر قال أنا زملكاوي لكنني اتخذت قرارا بالعمل في الإعلام لكي أنظر في عين أولادي وأحترم نفسي، لابد أن أقول الحق. هناك أشخاص يعملون في العمل الإعلامي البعض لا يحترمهم، لن أكون مثلهم، هؤلاء يعودون إلى منازلهم وأعينهم مكسورة. محمد حسن يستحق الطرد اللي هو لاعب الزمالك، ولو سئلت 10 مرات سأقول أنه يستحق الطرد. ده كلام ميدو في تويتر، لكن كمان ما اكتفاش بكده لأنه حصل جدل كتير، وهو رجع قال أنه ناس كتيرة هجمته ازاي تبقى انت راجل كابتن الزمالك ونجم الزمالك الكبير وتقول أنه لاعب الزمالك في مباراة المصري محمد حسن كان يجب أنه هو يطرد. فالراجل حب يعمل تجربة جديدة شوية على البرامج، استعان بأحد خبراء التحكيم الإنجليز وبعت له 3 حالات. بعت له مباراة الزمالك والمصري وقعت مطالبة المصري بضربة جزاء ضد فرجاني ساسي، ومطالبة الجميع بطرد محمد حسن قلب الدفاع أو لاعب وسط مدافع نادي الزمالك، وبعت له كرة
الاهلي وامبي بتاعه الشناوي اللي الناس طالبت بيها ضربه جزاء ضد الاهلي. ميدو بعت الثلاث حالات للحكم الانجليزي واستقبل رده عليها. نشوف حكم من الحكام الكبار، وهو على فكره محلل سكاي سبورتس الاول في انجلترا. جود ايفنينج، اتس بليجر تو هاف يو وذ اس. ثانك يو. انا سالت الراجل طبعا، رحبت بيه وكل حاجه، وسالته ان انا بعت لك ثلاث مواقف، الثلاث مواقف دول انت ما تعرفش عنهم حاجه، انا عايزك تقول لي الموقف الاولاني سميتها الكيس نمبر 1 او القضيه نمبر 1. هل يستحق محمد حسن لاعب الزمالك انذار ثاني في الكوره بتاعه مباراه المصري؟ الراجل رد عليا رد واضح وصريح يا كابتن احمد، ان هو اكتر لعيب محظوظ في العالم وفي الملعب ان هو ما اتطردش، وان مفيش حد ابدا يقول ان الكره دي مش انذار تاني. هو نفسه الراجل اللعيب بيقول ان اللعيب كان متوقع ان 100% ياخد الانذار التاني، ولكن الحكم قرر ان هو يتغاضى عن اللعبه وما يدلوش انذار. سالته عن كره فرجاني ساسي اللي طالب النادي المصري ان هي تكون ضربه جزاء، والراجل بيقول ان هو متفهم ان بعض الناس ممكن تفتكرها ان هي ضربه جزاء، لكن هو بيقول ان قرار الحكم محمد عادل كان قرار صحيح 100%، وان المدافع اللي هو فرجاني ساسي في الحاله دي ان هو كان بيدور على الكوره وراح للكوره، والكوره ما فيهاش ريحه ضربه الجزاء. الكوره الثالثه بتاعه الشناوي عشان نقفل الموضوع. الراجل قال لك ان هو بخروجه على منطقه الجزاء خلاص ما بقاش حارس، بقى هو مدافع. الراجل راح للكوره في كونتاكت لكن الحكم لا يمكن يديها ضربه جزاء، وهو شايف ان قرار البنا كان قرار صحيح 100%، وكوره الشناوي بتاعه ماتش امبي مش ضربه جزاء. اذا تجربه موضوعيه كبيره من ميدو الحياه، لانه استعان بخبير انجليزي، الراجل بعت له الحالات، برأ تماما حكم مباراه الاهلي والانبي وقال لك ضربه الجزاء الشناوي ما فيهاش اي حاجه، او ما طلب ان هي تكون ضربه جزاء ما هياش صحيحه بالمره. فميدو بينصف الاهلي في دي زي ما بينصف فرجاني ساسي، انه او الحكم الانجليزي هو اللي انصف ساسي، وقال انه محمد حسن لاعب الزمالك كان اكتر لاعب محظوظ في الملعب او محظوظ في العالم انه ما خدش فيدي كارت احمر. ازاي ما اتطردش بعد كده؟ قال لك ما اعرفش. دي كانت موضوعيه ميدو ورؤيه الحكم الانجليزي اللي بتوجه رساله لخبراء التحكيم عندنا، اللي ميدو قال لهم الحقيقه في البدايه كتير من تحليلاتكم وارائكم متاثره بعلاقاتكم الشخصيه مع بعض، فيا ريت نتجرد من دي شويه. مع بعض دي مهمه جدا. ده حقيقي. يا ريت نتجرد من دي شويه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل اسرار الملك وحتى لو كان شيكابالا. اهلا بكم من جديد. شفنا كل اللي فات، وشفنا بعظمة لسان، وشفنا الرد الموثق، ووصلنا مع حضراتكم دلوقتي عند أسرار الملك حتى ولو كان شيكابالا. شيكابالا محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك الكبير يا باشمهندس، واحد من اللي ورقهم مازال في درج المهندس عادل القيعي، وقع للأهلي فعلا، جه النادي الأهلي فعلا، النادي الأهلي حداله ورق مؤكد فيها أسرار كتيرة. الأول نسمع كلام شيكابالا في قناة سي بي سي، وبعد كده نشوف درج المهندس فيه إيه. رحت الأهلي وقلت لهم أنا هرجع، يعني أنا مش قادر، مع إنك أنت موقع. هم احترموا رغبتي طبعا. ورجعوا العقود. اللي سهل لك المهمة برضو إنك أنت الطرف اللي كنت مضيت معاه النادي الأهلي، التعامل بتفاهم كبير يعني. محترمين جدا كانوا معايا بصراحة. وتفاهموا الموضوع. وما خدش يعني وقت كبير. يعني هو ما يعني اتحكت القصة أكتر من مرة، لكن هي بتدل لك على منهج النادي الأهلي. منهج النادي الأهلي طول ما أنت عايزني أنا عايزك. مش عايزني مش هنعملها يعني قصه، لان ايه اللي حصل ساعتها؟ ليس الهدف ايذاء اللاعب. هو كان راجع من اليونان. هو ما كانش راجع من اليونان. هو كان في اليونان وتالق جدا.
فانا فكرت وقلت كابتن حسن عايزينه. فكان كابتن حسن يعني مش متاكد انه هيرجع، فهو كان كلمني كابتن شيكابالا نفسه. قال لي يعني انا حابب ان انا عايز ارجع. وقتها الزمالك اثير هذا الموضوع لما ابتدى الناس تعرف انه هو بيتفاوض مع النادي الاهلي، اثير فالزمالك طلع منه تصريحات اللي سابنا ما ناخدوش تاني. فتركيزه كان معانا الحقيقه. وهو حتى اخر مره قابلني ثلاث اربع مرات بعدين قال لي قال لا اذا كنت انا جيت لحد عندك انت ليه قلقان يعني؟ قلت له انت لعيب يعني كبير جدا واستحضرت تجربه الكابتن رضا عبد العال وشيكابالا، يعني هل انت متاكد انك عايز تيجي الاهلي؟ قال لي انا جيت لك اهو بقول لك عايز اجي الاهلي. فاتكلمنا ووصلنا لاتفاق وجالنا فاكس 650 الف يورو لنادي باوك اليوناني. في الوقت ده واحنا خلاص خدنا قرار وخدنا العقود ومضلنا على العقود وخد المقدم بتاعه ودخل قبل مانويل جيسي وحسام البدري، كان رايي انه يخش بقى بسرعه يلبس الفانيلا وينزل واحنا بنستاذن باوك وهينزل. فالكابتن حسن كان له راي، لا استنى لما تيجي للسجن احنا مخلصين كل حاجه مستعجلين ليه؟ في الثلاث اربع ايام دول او اسبوع ده حصل ايه؟ اتشال رئيس مجلس اداره نادي باوك. اوبا فالرئيس الجديد رفض، فهو كتب شيكابالا كابتن شيكابالا كتب شكوى للاتحاد الدولي عشان يعتمد الموافقه السابقه. قبل ما يبت في الموافقه دي كان انا فاكر كويس قوي انه يعني بلغني يوم الخميس ان هو يعني ممكن يغير اتجاهه ويروح نادي الزمالك لان في حد سافر اليونان وكلمه من اليونان قال له انا دلوقتي رئيس النادي قاعد معايا اهو وبيقول لك اتنازل عن الشكوى عشان يدي لك الاستغناء لصالح نادي الزمالك. فهو صدقه واتنازل عن الشكوى. كان هيحكم فيها يوم الاثنين، كان ميعاد الحكم فيها يوم الاثنين وكان غالبا لصالحه. اتنازل عن الشكوى وما جابلوش الاستغناء ولعب، وبعد كده انتوا عارفين الغرامه والايقاف. لا الورق خده كابتن حسن كلمني اديلهم الورق بتاعه. اديهم الورق بتاعه. هو طلب كده وعملناها دي مع الاباني كده الاباني وبشير التابع وعملناها مع بشير لا وكابتن جمال حمزه وجمال حمزه وحمزه الجمل وكل وكابتن حسني عبد الرب وحسني كل انسان وكثير من اللعيبه. من لا يرغب او لا يسعد رغم انه يبقى ماضي برغبته كل يبقى في الاهلي او يلعب في الاهلي برغبته دي المساله. اذا مفاجاه في اليونان منعت شيكابالا من الانتقال للاهلي. دي القصه اللي حكاها لكم المهندس عادل القيعي في كواليس هذه المرحله. وكان مانويل جوزيه رحب كتير بشيكابالا وكان شايف ان هو لعيب كبير يقدر يستفيد منه. شيكابالا كان طور جدا مصمم جدا على ان ينتقل للاهلي، لكن تغيير رئيس نادي باوك منع شيكابالا من الانتقال للاهلي وعاد الى ناديه وربنا يوفقه كلاعب موهوب كبير. دي كانت اسرار الملك في تمسك الاهلي بمبادئه وثوابته حتى لو كان شيكابالا. وصلنا دلوقتي الى مجلتنا مجله الاهلي صدرت اليوم وهنشوف ماذا فيها وماذا كان فيها من 40 سنه. النهارده العدد اللي صادر بيحتفي بالحدث الكبير جدا امبارح في تسلم النادي الاهلي للاستاد الجديد، وبيقول المانشيت نادي القرن مش اي يافطه والسلام. الناس اللي بتتكلم اصل الاهلي حط يافطه على الملعب، اليافطه اللي بتتكلموا عليها ديت مش مجرد يافطه، دي 60 مليون جنيه في السنه. شفتوا يافطه الاهلي غاليه قوي ازاي؟ 60 مليون جنيه في السنه وحمام السباحه بتاع التربيه والتعليم ونادي الاقصر وتطوير القناه وامتيازات كبيره جدا ليافطه نادي القرن. ايضا العدد يغطي احداث اليوم السعيد جدا للاهلي في هذا اليوم التاريخي، وبيستمر ايضا العدد في تغطيه كل الاحداث. الاهلي بعد عزل منافسيه تحدث عن مباراه الانتاج، عن قيمه الخطيب وخالتي كيديه
دي مقالتي الأستاذ حامد عز الدين، مقالة مهمة جدا للأهلي رب يحميه. ده كان جزء أو جانب من عدد الأهلي الذي صدر اليوم. فماذا كان شكل ومضمون مجلة الأهلي نفسها من 40 سنة؟ نشوف هذا التقرير. مجلتنا قبل 40 عاماً، مجلتنا منذ 40 عاماً وتحديداً في عددها الذي حمل رقم 341 والصادر يوم الأربعاء في 3 سبتمبر عام 1980، كان العنوان الرئيسي للغلاف بطل الدوري يبدأ المشوار قبل 48 ساعة من الموسم الجديد، وفي عنوان آخر الأهلي بقوته الضاربة في ضيافة عروس الصعيد. وفي الصفحة الثانية رصدت المجلة الحفل الغنائي السنوي الذي أقامه النادي الأهلي احتفالاً ببطولة الدوري. أحيا الحفل الفنانتان العملاقتان الأهلويتان وردة الجزائرية وشادية. وكتبت المجلة تعليقاً على الحفلة تحت عنوان ليلة من ألف ليلة. الحفلة حضرها الآلاف بالأهلي وسهر معها الملايين حول أجهزة الراديو. حقا إنها ليلة لم تحدث من قبل، تألقت فيها قمتا الغناء في مصر وردة وشادية. أبدعت فيها المطربة الكبيرة شادية صوت مصر بأغنيات آخر ليلة ويا حبيبتي يا مصر. وكانت ليلة أكثر من رائعة مع يوم وليلة واسألوني وعملاقة الطرب باقة الورد وردة. وشهد الحفل موهبة موسيقية جديدة وهو الفنان عمرو طارق سليم، نجل الكابتن طارق سليم اللاعب الدولي ولاعب الأهلي السابق. وكان هناك لقاء مع الفنان الأهلوي القدير محمود شكوكو الذي قدم عدة فقرات فكاهية أطفت الكثير من المرح على مناخ الحفل. وفي صفحتها السابعة وتحت عنوان مصر كلها تشارك الأهلي أفراحه، نشرت المجلة كلمة لكمال حافظ وكيل أول النادي بعنوان كل الشكر والتقدير من الأهلي لمن ساهموا في حفله الناجح. وحقق حفل الأهلي السنوي نجاحا منقطع النظير، وبلغت الإيرادات حوالي 54 ألف جنيه، وهو رقم قياسي في إيرادات الحفلات الساهرة في تاريخ الحفلات في مصر. كما حرصت المجلة على رصد مهرجان اعتزال نجم من نجوم الفريق وهو أحمد عبد الباقي بعنوان الأهلي يكرم عبد الباقي في مهرجان رياضي رائع. وتابعت مظاهرة وفاء تحيط بالنجم المعتزل. وتمنت المجلة التوفيق للنجم المعتزل واستمرار النجاح في مجال التدريب الذي اختاره كامتداد طبيعي لرحلته في الملاعب. يعني المسرح الأهلي ده هو في تعليق أم كلثوم وتقلدت وسام الكمال، وردة، شادية، نجاة الصغيرة، ياسمين الخيام في أول انطلاقة ليها وأول حفلة ليها كانت على حمام السباحة في النادي الأهلي. الأهلي ده هو الحضن الذي احتضن، هي دي وحياة الأهلي وأفراحه، وحياة الأهلي اللي أنت بدأت بيه. بدأ المهندس عدلي بأغنية وحياة الأهلي وأفراحه وختمناها مع شادية وردة ونعم ومسك الختام. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله، لأن الاثنين اللي جاي هتستمتعوا كمان بالاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وأسوان، وتصبحوا على ألف خير. كلام بجد